الاهلي يكتسح فيوتشر برباعيه نظيفه ويلقنه درسا قاسيا في فنون كره القدم. الاهداف جاءت عن طريق محمد مجدي قفشه في الدقيقه 23 وفي الدقيقه 46 وعلي معلول من ضربه جزاء في الدقيقه 42. معانا الاهداف على الشاشه. ده الهدف الاول طبعا يا جت سريعه بس وصلت لقفشه وانهى الهجمه بصوره مميزه داخل الشباك. الهدف الثاني كان من ركله جزاء لحسام حسن وضعها علي معلول بكل اقتدار على يسار جنش. ثم ياتي الهدف الثالث في الدقيقه 46 من هجمه منظمه من محمد مجدي قفشه، كره عرضيه وزي ما احنا شايفين دربكه وقفشه بمهاره مره واحده على يمين جنش. ثم ياتي الهدف الرابع ولا اروع، ده اروع اهداف المباراه. خطأ من سعد سمير استغلها قفشة. جول ده بيفكرني بالجوال بتاعة الخماسي بالظبط، يعني في مهارة واقتدار وكفاءة غير عادية من لاعبي النادي الأهلي. وأخيرا اختتمها أحمد عبد القادر، أهي بدايتها أهي من قفشة. ولا ده بالظبط زي ما احنا بنقول مباراة الخماسي، ده جول خماسي. كابتن شريف ألف ألف مبروك، النهارده استمتعنا بعرض من النادي الأهلي، والنادي الأهلي يعني ما كانش قاسي النهارده على فيوتشر. استعاد الروح النهارده. صحيح. حقيقة. اللعيبة عملت مباراة كبيرة جدا. أثبتت إن هما لما الكورة بيبقى فيها روح وفيها اداء وفيها تركيز وفيها كل حاجه امكانياتهم بتطلع، فردياتهم بتطلع. الهدف الرابع اللي انت اتكلمت عنه ده الهدوء والثقه اللي هي كانت ما بيجيلك اي فرصه في الماتشات اللي فاتت بتضيعها، هنا بهدوء جامد جدا ازاي تعمل الباص سليم والرؤيه السوليه لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر بكل اقتدار بيحطها، هي دي الكره وهي دي الثقه. انت اللي بتجعل لنفسك هذه الثقه اللي موجوده في الملعب عن طريق الضغط في اول هاف تايم والثلاث اهداف ويمكن هدفين ثلاثه كمان كانوا لازم يجوا، عن طريق الكلام اللي كله حضراتكم قلتوه في الاستوديو. اللاعب عشان يرجع المفروض يعمل ايه؟ المفروض يذاكر نفسه ايه اللي خلاه في الوضع ده؟ ايه اللي ما بيخلوش يجيب اهداف؟ فكل لعيب قال لا انا لازم اطلع كل اللي عندي، والنتيجه دي احنا ما نعرفهاش، انما النهارده انك انت ترجع بسرعه كده وتبقى لعبا ونتيجه اظن العمليه بقت واضحه. ما تقوليش بقى مدرب جه غير لا لا، دي روح لعيبه بحت. لعيبه بتجري الكره بتتقطع بيجروا تاني يجيبوها. ايوه. لعيبه بتباصي الباصه تلاقي اللعيب يمسك الكره اثنين ثلاثه بيلعب على المغمض. عارف ان في لعيب تاني بيجري جنبه. ايوه. مساحات بتتقطع، خطوط بتكمل الهجمه، خطوط بترجع تاني اول ما الكره بتتقطع. اللاعب تفانى نسي نفسه، نسي اسمه. لعيبه نسيت اسمها على قد حتى المجهود بتاعهم المبذول. ما زلنا بنقول علي معلول مجهد انما بيدي مزبوط. كل اللي عنده. قلنا ان شاء الله يلعب 40 دقيقه 60 دقيقه 50، انما بتلعب ال 40 دقيقه 50 دقيقه بتدي كل اللي عندك. عشان كده النتيجه النهارده بالشكل ده، واحمد عبد القادر واعتقد 2 3 لعيبه كمان كانوا النهارده يقدروا يخلوا النتيجه 5 و6 و7. فانت النادي الاهلي اشفق النهارده على انت ما جبتش سيره فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري، ما فيش وجود ليها خالص النهارده. حاولت، ما فيش فرقه هتلعب 90 دقيقه هي الوان سايد جيم مكتسحه كل حاجه، وما بيعملوش اي حاجه على فكره الا باخطاء منك. ايوه. الا بميس باص من عندك. يعني فبيبقى كونتر اتاك عليك سريع. يخليك واقف تقول ليه؟ كويس؟ ليه يعني؟ ليه عملنا كده وخلينا شكل؟ ممكن تكون الثقة زي ده نخلي فيه شكل، لا احساس ان لا ممكن تبقى تعبت، ممكن تبقى من كتر الجري والضغط والاعصاب اللي موجودة مهما كان، ده النهارده مش هيهدى لك بال الا لما الصفارة تصفر. اه. الا لما الحكم يعني النتيجة اللي احنا شفناها النهارده. ايوه. ف مبروك للعيبة، مبروك لعودة الثقة اللي هم فيها النهارده، مبروك للنادي الأهلي ككل وجماهيره، ونتمنى نشوف اللي شفناه النهارده في المباريات الجايه واحسن من كده باذن الله. باذن الله. ومبروك عوده احمد عبد القادر من الاصابه. اهلا باللعيبه اللي دخلت جديد، فخري والناس
اللي هي موجوده بره وكان بياخدوا ثقه برده ان هم موجودين. اللعب مفتوح والملعب مفتوح يا كابتن. صحيح. كل اللي هيأدي كل اللي هيدي هو اللي هيبقى موجود. ودي تبقى يعني شكل عريض بالنسبه للعيبه كلها. بنحاول نتمنى صلاح محسن يرجع مع اللعيبه كلها يستغل اقوى من كده يبقى اجريسيف عن كده. كويس. محمد شريف يخش بقى زي ما النهارده دخل حسام حسن ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض زي ما طاهر كان بيلعب هو وحسام النهارده. فهتلاقي لعيبه داخله ولعيبه خارجه. مش مساله النهارده عندنا ثوابت مين الاساسي ومين الاحتياطي. لا احنا هندور تدويره كبيره جدا احنا محتاجينها وخاصه في الماتشين الجايين. صحيح. فمبروك النهارده وعقبال الماتشات الجايه باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء الف مبروك. النادي الاهلي النهارده قدم عرض جيد جدا. النهارده كان اداء ونتيجه. وده المهم يعني كان طبعا ان شاء الله تبقى بدايه على فكره بدايه العروض كويسه ونتائج كبيره بس انت دايما تتكلم عن الاداء والنتيجه بتربطهم دايما مع بعض عشان النادي الاهلي في الاخر انت في الاخر جماهيرك بتدور على كده. يعني ممكن جماهيرك تقبل نتائج 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 بس في وقت انت برضو عايز اداء انت مش انت فريق النادي الاهلي محتاج الاثنين فما توصل المعادله دي يبقى انت في قمه عطائك على فكره يعني الفرق كبيره دايما قمه عطاء ان هي بتعمل اداء كويس او نتيجه كويسه. الهدف ده طبعا يوريك مدى الشراسه الهجوميه والنزعه الهجوميه بالزبط. عند النادي لعيبه النادي الاهلي وكم واحد موجود في داخل الصندوق داخل 18 عند في فيوتشر. يعني الهدف ده الهدف ده الاول هو بص ده المفتاح بص صح. الشراسه هي. اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والتصميم ان هو عايزين هدف وهدف بدري وانا عايزك تشوف يا كابتن لو الكره دي اتلعبت الثاني بص صلاح محسن بيحطها قفشه كان فين بص 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 قفشه كان فين يا كابتن بص بص وبعدين راح فين بص انت كام واحد بقى بص ومحمد مجدي خدها من قدام واحد كمان فاهمني بالظبط يعني طبعا التكمله خدها من قدام عبد القادر وهو مصمم بص يا ايمن واضح من البدايه انت مصمم على حاجه النهارده تصميمك وروحك والنزعه الهجوميه اللي عندك واللي هو انا النهارده ناوي على حاجه دايما يعني روحك تصميمك تركيزك هو ده المفاتيح بتاعتك النتيجه دي مش بتاعتك انت تسيبها لكن صح. هي سبحان الله بص انت النهارده كل حاجه بتعملها تمام واضح انت مركز قوي نزعه هجوميه جدا شراسه في كل حاجه فربنا كمان مثالها لك كويس قوي باربعه ممكن كانوا خمسه وسته باداء على فكره انت مش سارق الماتش النهارده المباراه مع احترام الكلام الفيوتشر ما فيش غير فريق واحد في الملعب هو فريق النادي الاهلي مظبوط دفاعيا وهجوميا وفي انتشار واستحواذ وتسديد واهداف واضاعه اهداف وضغط كل حاجه النهارده معموله تمام فالنهارده بدايه يعني انا ما بحبش اهول الامور قوي النهارده عايز اقول بدايه للنادي الاهلي ان شاء الله ان هو يبقى دي ده يبقى الشكل بتاعه ده شكل ادائه ده شكل الانتشار في الملعب ده النزعه اللي عنده دي شخصيه النادي الاهلي دايما هو شخصيه النادي الاهلي بتبان من اول ما بحكم بيبدا صفاره البدايه عشان كده كان واضح النهارده النادي الاهلي لا يعني النادي الاهلي متفوق يعني دايما في بوادر كده او شواهد ايمن شواهد النهارده ان انت بدايتك مطمئنه بدايتك كويسه حتى بعد الهدف ده حتى بعد الكره دي بص معلول صحيح هما البدايه بص يا ايمن البدايه النهارده بتقول في شكل جديد في روح جديده في تصميم أيه. جديد الرساله وصلت من الاخر الرساله وصلت للعيبه أيه. وصلت من الجماهير وصلت عن طريق اداره وصلت عن طريق الكابتن محمود وصلت عن طريق سيد وصلت على اللعيبه طريق اللعيبه الكبار في تهاول في 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 مش ده مش النادي الاهلي ده مش نادي النادي الاهلي انما هم نفس اللعيبه وهم اللي كانوا بنتكلم عليهم الاسبوع اصل عندهم مجهدين ما فيش اسم مجهدين ماشي بس انا لو مجهد وعايز ابقى كويس وادوس على نفسي روح عاليه بيبقى ده شكلي لكن هم نفس ما هو المجهد ده اللي طلع كويس مع الخط هو معلول المجهد ده عبد القادر اللي التغييره نزلت فرقت يعني تغييره طاهر سبحان الله عبد القادر ابداع النهارده برغم المباراه بتاعته ممتعه وهدفين وواحده في القائم عامل كل حاجه في الكوره النهارده فهو هو ده شكل النادي الاهلي مش عايز مبررات مش عايز اقول اصل انا مجهد مش خلاص الجماهير تقبل منك مجهد مره واثنين وثلاثه ماشي هتوافقك عشان النتائج نوعا ما كويسه لكن لما تيجي مرحله زي اللي قبل المباراه دي انا مش قابل منك الكلام ده خلاص مش قادر اقبل وهم كان حتى جماهير اللعيبه مش عايزه تدي مبررات للجماهير عايز تقول ايه طب عايز اسالك سؤال هل الفتره ما بين الماتش اللي فات والماتش ده ادت اريحيه بعض الشيء
التوقيت الوقت نفسه يعني انت بات اسبوع 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 بالنسبه للعيبة النادي الاهلي في الوقت ده اكيد طبعا كويس جدا جدا وانا عجبني مستر جاردن هو اللي لغى الاجازه كان عايز اجازه لغى لان هو اكتر واحد عايز وقت انا قلتها حتى كنت بتكلم مع عادل هو اكتر واحد محتاج وقت مش عشان يمرن وياه هو عايز يتعرف على اللعيبه عايز يحاول ينقل بعض الافكار هو واحده واحده عارف اللي بيتحسس الطريق كده خطوه خطوه بيحاول ينقل الكلام بيحاول ينقل فكر مثلا النهارده الحاجه اللي عجبتني النهارده في ضغط في الملعب حلو قوي ضغط كويس جدا ضغط فرد وضغط جماعي في روح كويسه في كميه جري كويسه هو حتى بص انفعالاته دي بتنفع معانا في كثافه عدديه كبيره في 18 كل حاجه دفاعيا وهجوميا كمان يا ايمن انت ما عندكش مشكله يعني كل هجمات في فيوتشر النهارده انت قاعد حاسس ان هي مش مؤثره لان انت دفاعيا انت زياد عدديا في الدفاع واقف كويس قوي ما عندكش مشاكل كتير الكره واحده بس اللي طلعها علي معلول حتى الهجمات اللي جت في الشوط الثاني لا لكن انت بص النهارده كمان يحصل لك حاجه مهمه قوي انتشارك في التلت الاخير امتياز بص الهدف ده كمان يعني بص كم واحد انا عايز كره تقف وبيشوطها محمد مجدي اللي قبل دي والنبي اللي قبل دي كمان يعني عايز بقيه الهدف الاول هوريك كام لعيب من النادي الاهلي جوه ال 18 عند فيوتشر ما كانتش بتحصل يا ايمن صح بتلاقي العدد ده بالكثافه دي اللي هو انا بص الجاي. بص بص هو كابتن بص دبديت. بص المنظر بص عرضيه بس اقف هنا اقف هنا اقف هنا عايز اقف هنا بس 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 اقف هنا 1 2 3 مكمل هو كويس كل لعيبه النادي الاهلي هم اليوم الافضليه على الكوره لان كل لعيبه فيوتشر بص بيرفع الكوره يعني بزرق. يعني عمر كمال المفروض يبقى هو هنا بس طبعا هو هيصه فداخل هو مش شايف ايه اللي بيحصل انت فاهمني وبصوا حسام حسن الكابتن كمان يعني زي ما بتقولوا الروح الروح بص هات الكره دي تاني وحسام بيجيبها اللي هو يتزحلق ويعمل الباصه دي كمان بصوا حسام كان فين يا كابتن بص هو حسام النهارده في اختبارين اختبار شخصي واختبار مع الفرقه كفرقه النهارده فريق الاهلي بيقول لا احنا موجودين بس حسام عنده تحدي لوحده صح. انا عايز ابقى موجود عايز ابقى موجود يا اما اسجل اهداف يا اما بادائي وروح الهيئه اللي عملها النهارده فهو النهارده يعني لما تسالني يقول لك لا من نجوم المباراه حسام حسن ما سجلش لكن لا عامل مباراه ممتازه فالنهارده بدايه حلوه لشكل النادي الاهلي الفتره دي ان شاء الله صح. ريكاردو اعتقد النهارده اكتر واحد فرحان بالنتيجه مزبوط. اكتر واحد فرحان بالاداء اكتر من الجماهير كمان صح. كل مدرب بيحب يدخل على فريق مش عايز المباراتين اللي فاتوا ايوه اداء تعبان واللعيبه مجهده وهو مش قادر ياخد احسن حاجه من اللعيبه لكن لما هديوا شويه في مرحله الاسبوع دي اعتقد كانت مفيده جدا ليه هو اولا واللعيبه حتى لما بيقول حاجه كان اسامه دايما بيقول لك اما بنيجي اما تيجي تكلمني وعايز انفذ وانا تعبان انا مش بنفذ ما انا مش اله ما انا في الاخر انا بني ادم محتاج يبقى ذهن ده هادي وجسمي مستريح كويس قوي عشان اقدر انفذ فواضح ان الخمس ست ايام دول لا فرقوا معاه طريقه كلامه في استيعاب اللعيبه في الحاله البدنيه للعيبه الراحه النفسيه الراحه كمان هدت قوي مزبوط. فانت كنت محتاج الاسبوع ده فالاسبوع ده جاء بفايده تمام الحمد لله لعيبه النادي الاهلي يعني عايز اقول طبعا مبروك النهارده احتفال حلو قوي اخر يوم في العيد و4 4 0 على فيوتشر ومفروض فريق كبير وكان هو ربع يوم العيد وربع اربعه كويس العيد الجديد مش خمسه كانت كبيره شويه لكن مبروك النهارده واتمنى المره الثانيه ايمن ان شاء الله تبقى دي البدايه بدايه ثلاث مباريات مهمين جدا عندنا واحده النهارده الحمد لله بنتيجه واداء عندك مباراه مهمه جدا مع بيراميدز وعندك النهائي مع الزمالك ففتره مؤثره قوي في شكل الموسم كله فبتمنى صحيح. ان شاء الله النهارده تبقى بدايه كويسه لكن الف مبروك واللعيبه كلها ومبروك النهارده ريكاردو طبعا هو اكيد مبسوط جدا وقبل الناس كلها ببارك لجماهير النادي الاهلي وبقول لهم دايما وجودكم هو بيعمل الفرق مظبوط صحيح كابتن اسامه الف مبروك فوز مستحق واداء كنا نتمنى مظبوط عشان احنا كده يعني من قبل كده في الاستادات اللي فاتت كنا بنقول مش مجرد نتيجه احنا كنا بنقعد في فتره نقول احنا عايزين بس نكسب احنا بس عايزين نكسب احنا انا يمكن مره قلت لك يا ايمن انه الاداء بيرتبط بالنتيجه او النتيجه بترتبط بالاداء طول ما انت بتادي بشكل كويس وعندك تصميم وعندك اصرار والاداء كويس النتيجه بتيجي لكن مش هتفضل تبقى وحش 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 والنتيجه تستمر كويسه صعب صعب جدا
فانت النهارده تجاوزت المرحله دي، عملت مباراه كبيره اداء، وربنا كمان كرمك باربع اهداف وكانت ممكن تزيد كده، والمباراه في اتجاه واحد. يعني فيوتشر النهارده لا حول لهم ولا قوه، يعني الشوط الثاني ها يعني تحسنوا نسبيا، ولكن برضو النادي الاهلي كان يقدر يجيب غير الرابع، كان يقدر يجيب اهداف تاني. مفيش خطوره كبيره على مرمى محمد الشناوي، بس اعتقد جول الرابع يا كابتن مرسي جول مدرسه يعني اتعمل كويس قوي. اولا توقع من مجدي قفشه لما تعيدها يا ريت ترجعها لنا من وهي في رجل سعد سمير من الاول، وهي في رجل سعد سمير لانه الموقف لا وهي في رجل سعد. ايوه توقع من مجدي في الباص، يعني قطع ضغط من السوليه وتوقع كويس من مجدي، ثم مجدي هوش. وبص مين اللي بيضغط على اسامه كمان بدايه استوليه كمان مش موجود يبقى هنا طبعا هي عارف برضو طبعا و3 0 انت مش محتاج كده، لكن بص مظبوط ده عمرو السوليه كنا لسه بنقول عليه الاسبوع اللي فات مظبوط مجهد مظبوط. فعمرو السوليه بيضغط ومجدي قفش توقع ثم تمريره للسوليه، والسوليه عملها برؤيه كويسه قوي لعبد القادر، العبد القادر حطها بعكس جنش، فهو جون من الاجوان الحلوه جدا. والضغط ده من بدايه اللقاء كان كده، انت لو في اول دقيقتين ثلاثه مجدي قفشه ضغط جوه ال 18 وخطف كوره وعملها مش يعني مشت على شمال جنش. فالنهارده اخطاء كتيره جدا 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 من لاعبي فيوتشر في التلت الاخير، اتقطعت منهم كور كتير جدا والنادي الاهلي عارف يستغلها. فالنهارده انا شايف انه احيانا الضغط على اللاعبين، ودي ميزه النادي الاهلي عن فرق اخرى او الفرق الجماهيريه والفرق اللي تملي المكسب هو هدفها، الضغط اللي بيحصل من الجمهور، الضغط اللي بيحصل من الاستوديوهات التحليليه، الضغط اللي بيحصل من الاداره سواء بوقف مستحقات بعتاب بجلسات كذا، بيحفز اللعيبه احيانا. مش هينفع انت طول الوقت هتقعد بالسبع والعشر والعشر ماتشات، يعني مش عايز اقول ايه يعني شغل اللي هو ايه الطبطبه بس، لا ما ينفعش. انت دي ميزه النادي الاهلي والفرق الكبيره اللي هي عايزه تكسب، في فرق اخرى امكانياتها الماديه والبشريه ما تقلش عن النادي الاهلي، ولكن ما عندهمش اي ضغط من اي نوع، لا جمهور بيضغط عليهم، لا اعلام بيضغط عليهم، فبيريحوا قوي وبتبقى النتائج عندهم بالنسبه لهم مش مشكله، اتغلب النهارده اتعادل بكره اتغلب بعده اتعادل تاني. النادي الاهلي ما عندوش دي. فانا شايف ان الفتره الاخيره او الكام يوم الاخيرين اللي قبل بعد ماتش الجونه الضغط اللي حصل خلى اللعيبه تستنفر، يعني كل واحد النهارده نازل حتى اللي ما اداش بشكل كويس قوي النهارده، في ناس كانت ممتازه وفي ناس ما ادتش بشكل كويس، ولكن كان في روح عاليه من الجميع، يعني حتى اللي ما كانش فنيا ظاهر في المباراه بس كان بيحاول بيضغط بيجري هي دي الروح اللي بنقول عليها تملي روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء. كويس. اثرت جدا في الاداء، يعني طيب. مش بقول ان هي مش سبب رئيسي. لا مش السبب وحده. ولكن كنا مفتقدينها في الماتشات الاخيره. يعني ماتش الجونه كنت تحس ان انت بتلعب برتم ضعيف قوي. حتى في الوقت بيمر مفيش الضغط اللي فيه شراسه. النهارده عكس، النهارده من اول ثانيه في اللقاء تحس ان في تصميم على المكسب. ايوه. بخلق فرص بضغط باكثر من لاعب على حامل الكره او الناس الثانيه، كتله قريبه حتى عبد المنعم وايمن اشرف ومعلول ومحمد هاني قريبين من نص الملعب، عملت لك زياده عدديه جوه ال 18. كل الاجوان اللي جت بتلاقي عدد كبير جوه ال 18، في زياده عدديه، بتلاقي 3 4 لعيبه 5 لعيبه داخل ال 18. فكل دي النهارده حاجات فرقت كتير قوي. استغلال الفرص زي ما قلنا ضيعنا فرص كتير قوي في الماتشات اللي فات، النهارده كان في تصميم واصرار وربنا سهل لك.
يعني صح. يعني انت في ماتشات اللي فاتت خلقت فيها فرص يمكن اكتر، بس ما كانش فيه ال الاصرار ده والعزيمه دي انك انت تجيبها او ان. فالنهارده كتير حاجات كويسه ارجو ان هي تبقى مستمره، ما تبقاش حاله ورديت عن نفسي ورايح تاني. لا انت كل المواقف اللي جايه، كل الماتشات اللي جايه ماتشات بطوله، البونت هيفرق صح. النقطه هتفرق، وطبعا غير ماتش نهائي الكاس مع الزمالك يعني غير بطوله الدوري. فنتمنى ان الروح دي تستمر، الاصرار ده يستمر، الـ 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 الحاجات الثانيه بتيجي بقى، انك تلعب كتله واحده، انك تبقى ضغط على حامل الكوره، انك في زياده عدديه داخل ال 18، المواقف اللي ورا في، شوف علي معلول بيموت نفسه عشان يطلع الكوره من الجون، كل الحاجات دي بتفرق كتير جدا. ومبروك للجهاز الفني، للعيبة، لكل الناس، مبروك للجماهير، اعتقد استمتعوا باداء واربع اهداف جميله صحيح. ومباراه جيده، الاهلي كانت غايبه عنه من فتره طويله مظبوط. فمبروك النهارده طبعا صحيح. طيب كابتن عادل، عوده الروح النهارده تصنع الفوارق الفنيه بين النادي الاهلي وبين المنافسين. طب كابتن، الاستوديو اللي فات لما اتكلمنا على انا شخصيا اتكلمت على خمس اسباب، النادي الاهلي اداؤه كان مش جيد، فعددت الخمس اسباب. المره دي اقول لك سببين بس هما اللي عمل كده في النادي الاهلي النهارده، او اللي ادى الاداء اللي اداه النادي الاهلي النهارده. بمنتهى البساطه، وعي اللاعبين، وعي انهي بخطر الموقف، ده واحد. اتنين، روح اللاعبين، بس مفيش اكتر من كده. الفروقات وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي حطها في الاخر، لانه ده الطبيعي. طبيعي انك فريق كبير، احنا بنتكلم على بيراميدز فيوتشر عنده لاعبين كويسين، كل الكباتن اتكلموا بيقولوا، ما بالك الاهلي عنده الافضل دائما والاحسن دائما. لكن السببين دول اللي انا بكلمك عليهم هما اللي كافلين ان يخلي النادي الاهلي طول عمره في المكانه دي. طول عمره النادي الاهلي بيبقى عنده الوعي الكامل عند لعيبته انك انت في خطر، ممكن انك انت لازم تاخد البطوله. في نقطه لازم نشتغل عليها الفتره الجايه دي، اللي هي ان خسرت الدوري السنه اللي فاتت. انا بتكلم على اللعيبه، لازم تحط في دماغك ان خسران دوري السنه اللي فاتت ده من بدايه الدوري، في لازم تبقى حاطط النادي الاهلي عمره ما بيحصل. لا انا بتكلم يا كابتن في الفتره دي، احيانا انك انت بترجع نفسك بالحافز، لكن طول عمر النادي الاهلي الحافز عنده مش البطوله بس، لان البطوله وضع طبيعي، هو ده مش غرور. انا بكلمك على ارقام، انت بتتكلم على ارقام، بنحسب للنادي الاهلي ارقامه، فارقامه حته البطوله ليه ده طبيعي الحمد لله يعني، ودي الميزه. لما بتصدق طول الوقت ان هي عندك العادي البطوله، لكن لما بتوصل انك انت بتقول انا عايز بطوله كنادي اهلي، ها، تبقى انت لازم بتبقى بتمر بحاله غير طبيعيه، لان البطوله للنادي الاهلي العادي بتاعك. ولكن في الاخر مبروك النهارده، الروح، الوعي اللي احنا اتكلمنا عليه. الحاجه الثانيه بقى المهمه، احنا قلنا قبل المباراه ان المدرب يتحمل مسؤوليه، صح يا كابتن؟ ايوه، لانه هو اللي اتكلم في كل حاجه. ايوه، زي ما المدرب بتحمل المسؤوليه احنا بنقول له برافو النهارده عملت اداء، رغم ان انا بكلمك على افضل حاجه لمدرب في الوقت الحالي، الاستفزاز اللي لعيبه الاهلي كانوا فيه، اللي الكابتن اسامه اتكلم عليه وقال لك طول الوقت انتقاد انتقاد، وكل الكباتن انتقدون في الاستوديو، فنزل بروح النادي الاهلي والجدعانه والقلب، وانك انت كجيل ممكن تتاثر في الثلاث مباريات دول. عشان كده انا قلت لك كابتن من اول الاستوديو، اتمنى انه يريحوهم في مكان، انا ما عنديش مشكله يروحوا النهارده ويطلع بقى من بكره لغايه مباراه الزمالك، هو 7 ايام، هيبقوا 7 ايام
اسبوع عندك بيرم في بيراميدز الاول في بيرم. انا عارف انا بكلمك على اسبوع انا بتكلم على اسبوع ما فيش مشكله ان انا اقعد اسبوع ده معسكر مش طويل انت يعني. طب خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته للكابتن علاء الكابتن علاء لما جاوب على السؤال جاوب من حتتين قال لك ان الكلام ده فرق مع الجهاز الفني وفرق مع اللعيبه انت اول مره من فتره كبيره يكون عندك ما بين الماتش والتاني فتره اسبوع هل يفرق معاك كلاعب هو يفرق معاك كلاعب لو عملت الاستشفاء كويس انت ما تنساش أيوة النهارده عندك طبعًا. عندك مشكله ان عندك اتنين اصابات اجهاد وفي بعد ثلاث ايام او حصل حاجه مباراة. لا يعني ده دليل عن ايه ما هو انا برده يمكن اتكلمنا ما تخليش المكسب برده يودينا لحته بعيده قوي لازم عشان كده بسألك لازم المدرب يعرف حاجه مهمه جدا ان مش ده الوقت اللي هيكتسبوا فيه لياقه بدنيه عشان هم تحت ممكن يكون الحماس ده ادى للاصابات يعني ادى للاجهاد اللعيبه ممكن يكون اللعيبه في مشكله كل واحد عاوز يثبت للمدرب انه هو ليه احقيه اللعب فتلاقيه بيموت نفسه في التمرين فده هيبقى تمرين زياده تلاقي لعيب مثلا زي طاهر محمد طاهر اتعور بعد قد ايه ملحقش خمس دقايق خطأ ده في ده خطا طاهر في الاول طاهر قبل الدكاتره وقبل اي حد انا اللعيب احيانا لما بتشوف الدوريات الكبيره في العالم تلاقي اللعيب هو بيعمل سبرنت وعامل اقصى حاجه وبيرفع ايده وبيخرج من الملعب على طول لانه حاسس انه هيبقى في حاجه طاهر محمد طاهر ولكن اللي حصل متحمس مش قادر يسيب الفرقه في الوقت ده عايز يشارك رجوع الفرقه للانتصارات في حاجات كتير قوي بتحمس اللاعبين ولكن الحماس ما يخلكش انك تاخد قرار خطا لانك بحماسك ممكن تضرني مش تفيدني بالذات في اللاعب في الفتره الاخيره من السنه التلت الاخير من السنه اوعى حماسك يوصلك انك انت عايز تلعب وانت مصاب انت مش هتديني احيانا اللعيب الكبير اللعيب الكبير المصاب لا انا لاعب لعيب اصغر واقل منه اهميه بس سليم استفاد بالسليم اكتر بس في الاخر حته علامه استفهام بتاع طاهر وبعد طاهر كمان هاني حته بس ثاني كانت كره مشتركه يعني فيها مخاطره شويه انا فاهم يا كابتن بس انا بتكلم على انك انت عندك السبع ايام عشان كده انا بقول لك ايه ليه انا بقول لك معسكر عشان العلاج ومش علشان التمرين وبس هو الناس فاهمه ان المعسكر انك هتمرن لا انا حاطط تحت عينيا اللعيبه وافضل اعالج فيهم لان العلاج والراحه تسهل عليا اكتر انت فاهم فما فيش مانع ان انا اخد السبع ايام دول من بكره يعني بكره اللعيبه تروح وتعيش حياتها عادي كيوم عادي ومن بكره بعد التمرين بالليل والتمرين يبقى بالليل عشان يبقى في فتره طويله ويبقى بالليل ويبقى في معسكر اتمنى ان لان الفكره دي في الوقت ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي فكره مهمه جدا وانت واخد الفائلتين كله وفي اماكن دلوقتي في مصر انك انت ملعب بيبقى جوه المكان وفي جاكوزي وفي كل سبل الاستشفاء اللي موجوده عندك فاتمنى ان هم يفكروا فيها ولكن في اخر الامر انا ممتن للعيبه اللي انا الاستوديو اللي فات اتكلمت عليهم بصوره يعني انتقدتهم وده كان لازم انتقدهم لاني انا عندي النادي اكبر من لاعب ولكن في الوقت ده لما تديني اقول لك شكرا وانا قلت لك قبل المباراه يا كابتن موت نفسك واديني روح مظبوط ولو خسرت اقول لك شكرا برضه مظبوط النصر هزيمه من عند الله لكن ربنا مديك حاجه واحده بس الروح ايوه مديك روحك انك انت تقاتل تموت نفسك والاهلي لو عمل كده لعيبه النادي الاهلي لو عمل كده اصل دي روشته مكتوبه من زمان روح لعيب النادي الاهلي لما بتبقى موجوده محدش بيقف قصادك مظبوط خالص ولا في مصر ولا في افريقيا كمان ايوه ولكن في الاخر اتمنى اني ننسى ده خلاص اترمى من دلوقتي يعني خلاص شكرا ارمي على من ورا على ورا ظهري المباراه عشان افكر في بيراميدز مش في الزمالك مش في الكاس اخلص بيراميدز وبعدين اشتغل على الكاس ان شاء الله صحيح طيب معانا احصائيات المباراه طبعا
لو قرناها وبصينا عليها هنلاقي اكتساح للنادي الاهلي. النادي الاهلي نسبه الاستحواذ 61% مقابل 39% للفيوتشر. التمريرات الصحيحه نادي الاهلي 431 تمريره صحيحه من 510. فيوتشر 237 من 317. نسبه التمريرات 85% للنادي الاهلي وفيوتشر 75%. محاولات على المرمى 8 للنادي الاهلي من 21 محاوله على المرمى مقابل 4 من 11 لفيوتشر. الركنيات نادي الاهلي 4 ركنيات، فيوتشر 3، تسلل 1 للاهلي و 3 لفيوتشر. اعتقد يا كابتن شريف احصائيه المباراه بتبين مدى الفوارق النهارده الكبيره جدا اللي كانت بين النادي الاهلي وبين فيوتشر. بين النادي الاهلي وجميع المباريات اللي فاتت واي اسلوب انت بتلعب النهارده، ان كل فرقتك بتتحرك كتيبه واحده، فرقه بتقاتل على انها تجيب الكوره باي شكل، عندهم هدف من قبل المباراه واضح فيه في خلال المباراه. ما زلنا بنقول اي لعيب بيمسك الكوره وفي مثلث من اللعيبه كلها بيطلع له او بيظهر له وبيلاقي حد يبصيله الكرة على طول وما بيمسكش الكرة ويفكر وبعد كده يلعب، ده اللي كان سيستم اللعب قبل كده، كان البطء شوية. ايوه بنخرج من تحت حتى بشكل مكشوف لأي حد، فكان تجري على محمد هاني أول ما الكرة تجيله تقفل عليه، قبل ما يمسكها لازم يرجع الكرة تاني يا إما يروح لعبها تبقى من نصيب الفرقة التانية. لا النهارده أي لعيب بيمسك الكرة عنده اتنين تلاتة مظبوط، عنده أكتر من حل، بيختار الأحسن، غير بقى الوجود اللي موجود في 18 والرغبة. أنا مش عارف مين النهاردة الفيرود ومين بيلعب في نص الملعب. احنا شفنا في الهدف اللي هو قفشة قطعه كان ضغط من عمرو السولية في التلت اللي قدماني، الروح مخلية. بص كل كور أنا عايز أشوف الكورة دي برضو نبقى نتعرض لها ونجيبها تاني، نجيبها بتاعت علي معلول ما أعتقد، أنا بشك إنها ضربة جزاء. فبص التحركات الراجل عنده سبيس إن هو يلعب، عنده فرصة إن هو يدي أي حد، دي وقف ولعبها بليسنج كان ممكن يلعبها وقفش عمل الضغط في ال 18 وسترد الكره تاني كمان. هو جاي عنده 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 اختيارات كتير قوي لما بتمسك الكره، عندك جميع الاختيارات أي. انك تلعب لزميلك تبعي هو يجيب جول، انت تجيب جول، عندك النزعه بقى كمان أي. النزعه اللي بنتكلم عليها، الغل اللي كان بيقول لك عليه عليه، اول ما الكره راحت راح قفشه منقض على الكره وحاططها تحت رجله وبومبا في الجول، عنده النرف ده اللي انا عايزه بقى من صلاح أيوة. نفس الكوره اللي كان زي ما قفش عمل، في شراسه على القوه وبتزحلق وبديها بوش رجلي هارد لك لو ما جاتش، انما ما بقاش بلعبها تاديه واجب يعني او أيوة. انا كنت عايزها احسن لي من كده او اسهل أيوة. لا اصنع. حسام حسن موت نفسه على الكوره مش بتاعته، خبطت فيه ورجعت وراح لعبها قفشه بكل تركيز أيوة. واخدها بوش رجله جوه الجول، استغلال لفرص كانت مفروض في الماتشات اللي فاتت دي كلها اسهل يعني. حسام حسن جاله كذا كوره الماتش اللي فات في السته اسهل من الكور دي. أيوة. الكور دي بص اتنين ثلاثه بيجروا على الكوره، عندهم النيرف بتاع الهدف، عندهم النيرف ان انا عايز اكسب. هات لي الكوره برده من اول التسديده يعني، احنا في بعض المباريات كان برده حته التصويب على المرمى. انا بقالي ست سبع ماتشات ما شفتش سوليه بيشوط شوطه يعني، هاتها لنا من البدايه برده من قبل ما صلاح محسن يحطها في الايه. تفكير سوليه ان هو يصوب أيوة. ويستغل امتياز التصويب عنده وقوه رجله من بعيد. كويس ايوه الراجل حطها صلاح مش وحش يعني حطها بس لو هو واخدها سمعتش بدماغه جامده في اي حته جول برضه بس هو حب يركنها في كده جت في العرض رزق قفش يعني ان هو بنفس النيرف. فانت النهارده اللعيبه كلها مع بعض مصممين في الملعب، مفيش سيستم في اللعبه، سيستم ان انا اظهر لزميلي. كل لعيب بيجي له الكوره بص عندك 2 4 6 7 7 اكيد أي. سبعة لما تبقى موجود في ال 18 منهم ثلاثة بيجروا على الكرة اكيد هيبقى في نتيجة. ايوه فده الشكل اللي انت كنت مفتقده قبل كده، انت كنت كانت اللعيبة تحس انها بتلعب وهي واقفة محتاجة الكرة دي لغاية عندها، مفيش قتال على الكرة، مفيش تصميم، مفيش ارادة، مفيش عزيمة بالظبط يعني بالزبط. عايز اكسب بكسب اروح للجول ممكن بس الجول هيجي في اي وقت، لا الجول ما بيجيش في اي وقت. وما زلنا عايز اقول حاجة بتفرج انا طبعا عيدية كويسة قوي النهاردة رابع يوم العيد باربع اهداف، دي عيدية كويسة لجماهير النادي الاهلي، بس انا لسه الكره اللي بتيجي يا ايمن ناحيه علي معلول يمين او الشمال وبنسيبها تترفع بسهوله
ولسه اللعيب عندي ما بياخدش لعيب يخرج بيه اسامه لبره، لسه ما بنقابلش، لسه ليه بستنى اللعيبه اديله حريه ان هو يلعب كره عرضيه عليا؟ ليه ما بروحش اقفل عليه؟ هو ما ادلوش الفرصه انه يرفع الكره، واتاذينا منها كتير قوي في ماتشات فاتت. دي بتيجي اهداف، ومنها النهارده كره الراجل مصطفى البدري عملها باك ورد من جنب العارضه، لو في الجون جول سهله جدا. احنا ليه لحد دلوقتي الحته دي لازم نشوفها في الماتشات الجايه؟ بلاش الراجل اللي بيبقى معاه الكوره ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لازم نضغط عليه ونطلع بيه لبره. نضغط عليه ونطلع بيه لبره. الراجل اللي استلم ما نخلوش يستلم ويسيبه يجي لي واحد على ويقعد يعمل لي الكوره عايز ويروح داخل لجوه وشايط، لا خده واطلع بيه بره، ما تستناهوش هو هيجي يدي لك الكوره. هو ده راجل ما صدق، هو جاي عامل مجهود جامد جدا، خده بالمجهود بتاعه جامد جدا، ما تريحوش انه يمسك الكوره. هي الحتتين دول بس اللي انا كنت يعني شايفهم النهارده، واكيد بعد المجهود ده والضغط ده كله بيبقى في حاله اجهاد، بس عايزين دايما نبقى مصحصحين لاي كوره عندنا، اي كوره بتبقى علينا. فالنهارده جميع اللاعبين لو سالتني هقول لك اللاعبين كلهم كويسين، روحهم هايله، مصممين على الفوز، مصممين تغيير الصوره. عدم الثقه اللي كانت موجوده قبل كده، في عدم ثقه كانت موجوده، النهارده بقت الثقه كلها. طب نستاذنك كابتن شريف، معانا واحد حبيبنا على التليفون. الف مبروك يا كابتن سيد. كابتن ايمن تحياتي ليك، كابتن شريف، كابتن علاء، وكابتن عادل، كابتن اسامه. مبروك يا كابتن، مبروك يا سيد، مبروك. مبروك مبروك الروح الجميله النهارده والمباراه والاداء الاروع والنتيجه اللي يعني كان نفسنا تبقى 6-7 بس احنا اكتفينا برباعيه العيد. يلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مباراه طبعا بالتاكيد مهمه جدا يعني، المرحله سواء كان فيوتشر وبعدها بيراميدز وبعدين فاينل كاس، واحده من مش فاصله في ختام الدوري، لكن واحده من المراحل المهمه قوي والماتشات المهمه. يعني خلصنا الماتش الاول، فاضل ماتشين، وجهه نظر ان واحد من اللي هتحطك على 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 حته متزنه شويه او مقبوله شويه مكتبك اللي جاي ان شاء الله الرحمن بتاع بيراميدز، وبعد كده الماتش الثاني اللي هو بتاع الزمالك فاينل كاس. بطولتين، بطوله الدوري اللي غايب عنك السنه اللي فاتت، دي ماتش مهم جدا، وانت يعني لسه بدري برضه، احنا فاضل لنا عدد كبير من المباريات لسه مش هي الفيصل، لكن مهم جدا ان انت تكسبها، مهم جدا ان انت تحط خطوه كبيره جدا في طريق الدوري، وبعد كده مباراه الكاس. لكن كل اللي اقدر اقوله النهارده، الروح زي ما كنت سامعكم بتتكلموا كانت عاليه جدا وكويسه جدا، اتزان حتى اللي كان ما بين الريتم الشوط الاول كان سريع جدا وايجابي جدا، كان لازم يبقى فيه هدوء، وده اللي الراجل قاله بين الشوطين، لازم يبقى فيه هدوء في الشوط الثاني بشكل يعني يدي لك الاستحواذ ويدي لك تفنيش فرصه وكل حاجه، لكن ما يبقاش في لا قدر الله حد يتعور ثاني. خلي بالك انت في اول 14 15 دقيقه انت فقدت عنصرين بتغييرتين لا قدر الله كانت كفيله انها تعمل لك سيناريو مختلف تماما يعني. الحمد لله بحيي اللعيبه جدا وروحها اللي كانت موجوده، لكن كمان عندنا مباراه يوم السبت كبيره قوي، ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين فيها ونقدر ناخد الثلاث نقاط فيها باذن الله. صحيح يا كابتن، كنا برضو عايزين نتكلم عن دور المدير الفني في تجهيز اللاعبين وظهورهم بالمظهر ده في الملعب. يعني مش عايزين نختصر الفوز او مكسب النهارده على الروح بس، لان احنا شفنا اداء ولا اروع النهارده من لعيبه النادي الاهلي. ده حقيقه الصراحه، يعني الراجل بيهتم جدا بشويه نقط عباره عن تفاصيل، وده مهم جدا في اي مدرب، سواء كانت التفاصيل الانضباطيه التزاميه، حاجات لها علاقه بالتركيز حتى في التمرين نفسه او حتى في المحاضره نفسها، ودي حاجات يعني الحقيقه بسطاني جدا، وتدي لك يعني نوع من التفاؤل بشكل كبير جدا، ان انت طالما يعني حياتك بره مش عايز اقول بره الكوره، الاجواء اللي محيطه حواليك بره فيها التزام، فيها حضور في مواعيد، فيها نوع من الانضباط، فيها تركيز داخل الملعب في التمرين، ما فيهاش نوع من ممكن ما يبقاش نوع التركيز عالي، ما يبقاش فيه اهتمام عالي، فهو بيخطف الحاجات دي بشكل حلو جدا. قدر النهارده ان نعمل شوط اولاني وتقريبا الشوط الثاني على انت اللي متحكم في الجيم، الاستحواذ انت اللي عامله، كانت ممكن النتيجه تعلى اكتر من كده. صحيح. لكن زي ما قلت يعني دي بدايه حلوه جدا جدا جدا، لازم نبني عليها، ولازم ان شاء الله الرحمن كمان نستغلها بشكل كويس ونحضر لبيراميدز بشكل كويس، لان هي مباراه مهمه جدا في الدوري. صحيح.
طيب هل يا كابتن سيد من وجهه نظرك فتره الراحه او الفتره اللي ما بين المباراه اللي فاتت والمباراه دي اللي هي قعدت اسبوع كان ليها رد فعل ايجابي النهارده؟ بص طبعا علميا وفنيا وكل حاجه في ضغط المباريات اللي قبل كده اكيد اكيد، بس انا مش عايز اروح للنقطه دي خالص بصراحه. انا كل اللي انا عايز اتعامل معاه هو واقع، انا بحلو بقى بمر وبخلط وبتعبه وبجهاده بتلعب على بطوله الدوري، ودايما قالوا كده الناس اللي بتفهم يعني طالما الهدف بالنسبه لك كبير جدا يبقى التضحيات تهون، الهدف دوري، فاي ايا كان بقى الوقت لازم تيجي على نفسك شويه، لازم تتعب شويه، ممكن يجي لك اصابات زي اللي حصلت النهارده، لكن كلنا ثقه في اللي موجودين، يعني اي حد يلعب اي حد يكون موجود يأدي بشكل كويس، المهم ان انت ما تفقدش سمه تيشيرت النادي الاهلي، سمه شخصيه النادي الاهلي لازم تكون موجود. الحمد لله طبعا على كل شيء، ان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى افضل. الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن سيد كنا عايزين نطمن برضو على المصابين النهارده، كنا عايزين نطمن على منعم، نطمن على هاني، نطمن على طاهر محمد طاهر. منعم يعني خد خبطه في مناخيره وهو كان لسه جاي انت عارف من من كسر في المناخير من حوالي اقل من شهرين يعني، فكان في خض عليه بلاش يعني يبقى في التحامات بعديها على طول، ففضلنا ان هو الراجل فضل ريكاردو فضل ان هو يطلعه، لكن هاني اشتكى من العضله الاماميه فبنعمل اشعه على طول دلوقتي، وطاهر اشتكى من العضله الخلفيه برضه بنعمل اشعه دلوقتي، وعلى مداها بقى ان شاء الله الرحمن هنبدا نقول ايه اللي ممكن يحصل. طيب الوقت ضيق جدا يا كابتن سيد ما بين مباراه اليوم ومباراه بيراميدز، الاستعدادات في اليومين ثلاثه دول اعتقد ان هي يعني مش يعني ما فيش وقت انك انت تستعد بصوره زي اللي انت استعديت بيها المباراه ديت، يعني كان في فرق خمس ست ايام، فكان في وقت لمستر ريكاردو ان هو يشتغل فيها. الفتره دي فتره الثلاث ايام مع وجود الثلاث اربع اصابات اعتقد هتبقى يعني فتره صعبه جدا، صعب انك يعني يبقى فيها استعاده شفاء بصوره سريعه. بص اللي انا قلت لك من دقيقه واحده يا كابتن ايمن، قلت لك مهما كانت المبررات بقى ومهما كانت الظروف ومهما كانت الاسباب، كل اللي انا شايفه هو بطوله الدوري، هدفك يتصب على بطوله الدوري. ايا كان بقى الوضع، المشاكل بتقابلك، الدنيا اللي ممكن تبقى مش ظريفه في اصابات او بعد لعيبه، لكن بنكسب يعني الحمد لله رب العالمين. بنكسب النهارده احمد عبد القادر رجوعه بقى له ثلاث اربع ماتشات مش موجود، ممكن خلال اسبوع 10 ايام يخش معاك بالفتاو، يعني برضه بتكسب لعيبه جايه، زي ما في ناس ممكن تخرج لعيبه ان شاء الله الرحمن ممكن تخش يعني. فان شاء الله الرحمن ما يبقاش يعني مش عايز اروح لاي حاجه سلبيه، انا كل اللي عايز اروحه هو الشغل الايجابي. اللي موجود اللي موجود لازم يستحضر شخصيه وروح النادي الاهلي على اساس صحيح تيجي ختام يوم 30/8 ان شاء الله الرحمن تبقى بطل الدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله. الفتره اللي جايه فتره صعبه زي ما قلت يا كابتن سيد، محتاجه تضافر جهود اللاعبين، وطبعا مش عايز اتكلم عن روح النادي الاهلي او روح الفانيلا الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عنها اللي بتصنع الفوارق ما بين النادي الاهلي وما بين المنافسين، ولكن زي ما بنتكلم عن دور الجهاز الفني، اللعيبه الفتره اللي جايه او الفتره الصعبه دي عليها دور كبير جدا جدا يا كابتن سيد. طبعا بص اي حاجه في الدنيا يعني طالما انت بتحسبها صح وشخصيتك تناسب ده الدنيا هتبقى بالنسبه لك سهله. يعني في عالم كره القدم حاجتين يبين لك لعيب من لعيب، كل ما واحد الضغوط عليه كترت قوي يطلع احسن ما فيه، ده شخصيه النادي الاهلي. وواحد تاني كل ما الضغوط كترت عليه يطلع اسوء ما فيه، دي مش شخصيتنا خالص، دي مش بتاعتنا. صحيح. المسؤوليه على كل فرد، سواء كان لعيب، سواء كان في الجهاز، سواء كان في الاداريين، في الجهاز الطبي، في العمال، كل واحد لازم يعمل شغله، يشوف الشغل بتاعه بس. صحيح. هل في فكره كابتن سيد لدخول معسكرات مثلا طويله بعض الشيء الفتره اللي جايه؟ لا احنا هنمشي ماتش بشكل كالمعتاد، يعني عندنا معسكر يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن استعدادا لبيراميدز، وبعدين يوم 19 هنخش معسكر لمباراه النهائي الكاس باذن الله. ماتش الزمالك؟ ان شاء الله. باذن الله بالتوفيق يا كابتن سيد، والف الف مبروك والتوفيق دايما ان شاء الله. تسلم يا كابتن ايمن، حياتي. مبروك يا سيد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن شريف كلام متزن من الكابتن سيد، واتكلم برضو عن عوده الروح النهارده بالنسبه للعيبه، وان الروح صنعت الفوارق، ويعني كابتن سيد قال كلام واقعي في الاخر، مش هنقول مبرر ان احنا بقى عندنا كل 3 4 ايام ماتش دلوقتي، احنا مرتضين بالواقع. هو كابتن سيد قال لك خلاص هو تدافرت الامور كلها، معاد لعيبه واجهزه وجهاز فني وكل حاجه، هو ده اللي بيصنع لك اللي انت شفته النهارده
بس ده تركيز. انا عاوز، انا متفاني. احمد عبد القادر النهارده راجع لك من اصابه وشاف الشكل عامل ازاي، عنده روح غريبه جدا. الاول كان يقعد يرقص والكره تضيع وخلاص، ده النهارده بيدوس وبيرقص وبتضيع منه وبيرجع تاني يدافع وبياخدها، وعنده فكر وبيرقص وعايز يشوط مركز تركيز تماما. مش هتنزل عن كده بعد كده، لان الفتره الجايه كلها ماتشات دوري، كلها كؤوس. ايوه، وسيد قال لك ده خلاص، ده بطوله دوري. مظبوط، ايدك انت النهارده تحافظ. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، اي منافس ليك بيليك بالشكل ده صدقني هو مش هيقدر. كل ما بيشوفك انت واقف على رجلك ورايح، هو بتجيله الحاله اللي انت عارفها. ايوه، ما بيقدرش يكمل بنفس الشكل. النهارده ضربه جزاء بتتشاط والراجل بره ومفيش فار ومفيش حاجه، هم واخدين على كده. تتعادل وبتعمل، فهم اي حاجه ماشيين في الزهو وبتاع، انما اداء وشكل الموضوع هو ده اساسك انت، هو ده الشكل بتاعك النهارده. أيوة، اللي يرعب اي حد ويكسب اي حد. انت بتلاعب فرق، بتكلمها علاء مره على فرقه وتقول دي فرقه جامده، قال لي هشه. ايوه، اسماء بس. بينزلوا عليهم ضغوط يا ايمن، ولا عليهم اي حاجه، وبيلعبوا اللي عايز يرقص رئيسه، واللي عايز يشوط له شوطه، واللي عايز يعمل له اي حاجه، وانت كل الضغوط عليك انت. أيوة، ضغوط عليك بشكل رهيب. ده كانت ضغوط بقى في كل حاجه. احنا لما بنطلع من المباراه بقولها معلش تحكيميا سلام، بنقول الحمد لله. صح، بس انت ادائك، انا قلت لك في اول الاستوديو، اكسب بنفسك. مظبوط، انت النادي الاهلي، اكسب بروحك، اكسب بالشكل اللي انا شفته ده. مظبوط، مش هتخلي حد يتكلم خالص، بل بالعكس. صح، ليك ضربه جزاء خدتها النهارده. صح، ما حدش يقدر يتكلم. ما احنا بنشوف مساعده للمنافسين يا كابتن، ما يعني مش عايزين نتكلم يعني. المساعده دي، المساعده دي بعدين. ربنا ما بيرضاش بالحاجات دي كلها. هتلاقي ماتشات كده ما مش شايفين الدنيا فيها، انما انت في طريقك بنفس هذا الشكل. واللعيبه قال لك سيد عبد الحفيظ، قال لك اللعيبه طبعا، اللعيبه اساس كل شيء. صح، انما انا شغلتي والعامل وكل الناس انها بتوفر لي كل حاجه. انا كمان لازم اوفر لنفسي انا بقى ان انا ابقى كويس. ان ايمن النهارده يتكلم عليا وشريف وكل الاستوديو يقولوا قفشه كان هايل النهارده، احمد عبد القادر راجع، مبروك عليه ان هو رجع من الاصابه، انا ما كنتش متخيل ان ممكن يرجع كده. صحيح، كويس، صحيح. هارد لك للناس اللي اتعورت، هنعرف قيمتهم دلوقتي في الفتره اللي جايه. اهلا بالراجعين. مهما كانت المستويات ومهما كان الشكل، انت محتاج كل حد تتضافر في كل حاجه. صحيح، فالحقيقه النهارده عيديه كويسه للجماهير، و فرقه ادت مجهود كبير قوي بنفس المفهوم بنفس الشكل. نكمل باذن الله. باذن الله رب العالمين. طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد الفاصل، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، زي مالك كابتن شريف، الناس مش هترضى باقل من كده بعد كده. هو الناس، انت معوده على ده صورتك الحقيقيه. ما هو ده ونتيجه، مش من الفتره دي يا ايمن، ده من زمان وانت كده. الفتره اللي فاتت الاداء زي ما اتفقنا وكلنا كنا في الاستوديو الحمد لله قبل كده كمان، ان مش هو ده اداء النادي الاهلي. كان في انتقاد، بس طبعا انتقاد يعني رقيق زي ما بيقولوا كده. لكن النهارده لا، النهارده الحمد لله كل حاجه كويسه. طريقه كلام السيد يعني زي ما اتكلمنا كلنا، في روح، في حماس جامد قوي، في شراسه، في نزعه، كل اللي هي الحاجات اللي في لعيب النادي الاهلي. يعني بص، انا بقص اقول الكلمه دي، فالجماهير النهارده مبسوطه، الناس كلها مبسوطه، يعني مبسوطه جدا من الاداء والنتيجه كويسه جدا. مش حكايه مش هقبل باقل من كده يا ايمن، حكايه ان هو ده الطبيعي بتاعك. يعني احنا كلنا اتفقنا واحنا بنتكلم برضو، قلنا ايه النهارده؟ مكسب الحمد لله، مبروك وبدايه. مش مبروك وانام، يعني ما اخدش خطوه قدام لقدام حلو قوي وارجع خطوتين ورا، لا بالعكس، خطوه قدام اكمل بقى. اكمل، مش بطلب منك حاجه غريبه، انا ده العادي. عارف لو انا بطلب منك حاجه، انت النهارده عملت حاجه مش طبيعيه في حياتك، فمش هقدر اقول لك يا سلام لو تقدر تعمل. لا لا لا، ده الطبيعي. تركيز، التزام، انتشار، ضغط، هو ده النادي الاهلي. طبعا النزع وعايز تكسب وكده، ده النادي الاهلي. فاحنا الحمد لله كلنا اجتمعنا قلنا كلمه كلنا قلناها، مبروك النهارده. دي بدايه حاجه طبيعيه لاداء لعيب النادي الاهلي، ماليش دعوه بالنتيجه، عمرنا ما هنتكلم عن النتيجه، لكن انا عندي في ثوابت في ادائي، في تفكيري ببدا اشتغل بيها.
طول ما انا بشتغل كده اعتقد ان شاء الله المكسب هيبقى لي، حتى لو قدر الله ما كسبتش. ردود فعل الجماهير ايمن بتبقى كويسه، كلها كلام حلو وثناء عليك وكده، عشان الجماهير حاسه ان انت تعبت. لكن الفتره اللي فاتت لا، النهارده لا، مكسب اداء، الناس كلها مبسوطه، بس مبسوطه عشان شافت ان هو ده الاداء الطبيعي لعيبه النادي الاهلي بس. لكن مش هقول ان عملنا، لا ما عملتش حاجه خالص. انت اديت اداء طبيعي، تعاملت مع الفريق الثاني بكل احترام، استحوذت على الملعب كويس قوي، هو ده شكلك الطبيعي. لو نزلت كل فريق اتعاملت معاه بالمبادئ دي بالشكل ده بالعقليه دي بالتفكير دي، هو ده هيبقى الطبيعي بكل الفرق. حتى لو في فرق كان في شويه نديه، في الاخر انت لعبتك ومهاراتها وشكلك الجماعي والفردي انت اللي هتعدي الناس دي كلها. عشان كده النهارده بقول لك الحمد لله، نقول ده الطبيعي بتاع لعيبه النادي الاهلي وبدايه للمباراه القادمه. المباراه النهارده ما فيهاش اي حاجه خالص جديد، هي ثلاث نقاط وخلاص. الحمد لله ثلاث نقاط مضمونين، ندور على الثلاث نقاط بتاع بيراميدز، وان شاء الله نستعد لنهائي الكاس. هو ده الفكر اللي كان بيتكلم فيه سيد دلوقتي، ده الفكر احنا بنفكر فيه او ده احنا بنتكلم عليه. خلاص النهارده الناس اتبسطت، واللي احرز هدف النهارده والرجوع النهارده حلو، افرح النهارده طبيعي. على فكره من بكره خلاص مباراه في الدوري العام، احنا ما خدناش حاجه ولا بطوله ولا وصلنا مش عارف قبل، لا خالص، ثلاث نقاط الحمد لله. بس كان اهميتهم ان انت كنت محتاج الثلاث نقاط عشان الفتره اللي فاتت، محتاجهم قوي، وما ينفعش تفرط في نقطه واحده ثانيه. خلاص في نقط كتير قوي انت تفرطت فيها بلا داعي. يعني تخيل اداء ده النهارده ايمن بالتركيز ده بالشكل ده لو المباراه السابقه كنت خلاص كنت وصلت مثلا ان اللي انت فرق كبير بين المنافس كبير قوي، لكن تهاون، تعب، اجهاد، تخاذل، الروح مش عاليه قوي، ضمان المكسب بين قوسين، ودي حاجه كانت برضو احنا ايه اللي هو احنا هنكسب حتى لو في الدقيقه 96. لكن النهارده لا، النهارده انت مركز، روحك عاليه قوي، عايز تكسب عشان مش عايز تضيع نقاط. كل الحاجات دي اديتك البدايه الحلوه اول النهارده دي، واول مره ايام تشوف النهارده هدف اول مفيش تراجع، لا زمان بتهور على الثاني والثالث وعايز تزود النتيجه. هو ده الصح، ده الفكر الحلو اللي احنا عايزينه دايما بنتكلم عليه. دي نبع من لعيبه كابتن علاء، ولا كان في دور للجهاز الفني برضه؟ لعيبه وجهاز فني، بس لعيبه اكتر. بص يا ايمن، الفتره اللي فاتت دي الضغط اللي حصل على اللعيبه والكلام اللي حصل من سيد عبد الحفيظ من ناحيه، الاجتماع اللي حصل او الكلام اللي حصل من الكابتن خطيب من ناحيه، الشده نفسها هي اللي حصل كده. مع زي انا قلت لك كنا بنتكلم في الاستوديو اللي فات او اللي قبله انا وكابتن شريف تقريبا، المدرب الجديد كله عايز يقول انا اهو، كله عايز يقول انا موجود، عايز العب، عايز اتحرك، انا مش عايز اشيل من الفرقه. وعنده فكره عن بعض الاسماء، لكن في اسماء جديده عايز ابقى موجود، انا عايز العب، مش عايز اخرج من تشكيل النادي الاهلي. فكل الحاجات دي اجتمعت النهارده، والحمد لله اجتمعت النهارده بالاداء ده بالشكل ده بالنتيجه الحلوه قوي دي، عشان تبقى عارف انت تخرج من الفتره اللي فاتت، بس انت خرجت منها بشكل حلو قوي. الناس كلها متقبله المنظر، الناس كلها فرحانه بيك قوي النهارده، بس هم يفرحوا براحتهم. انت تفرح النهارده عشان انت بكره عشان عندك شغل تاني. عشان نفس الفرحه ان شاء الله تكررها في الفتره القادمه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، قبل ما نروح نشوف الهدف الاول، بجانب الكلام اللي قاله الكابتن علاء والكابتن شريف ان هو ده الطبيعي، هو ده اللي جمهورك عايزه، هو ده اللي المفروض ما يقلش عنه لعيبه النادي الاهلي، النهارده كان في بصمات ظهرت في الملعب لمستر ريكاردو سواريز. هو الاداء كله حلو كاداء ونتيجه، مش هقدر اقول انا ظهور بصمات لمستر ريكاردو الا غير لما الاداء يبقى مستمر كده. انا بالنسبه لي اداء لعيب، اداء جماعي لابد فيه من الاستمراريه. يعني ما اقدرش انا اقول المباراه وبعدين الاقي المباراه الجايه ضعيفه جدا، او بعديها مباراه ضعيفه جدا، فالاستمراريه هي اللي هتقول كده. لكن اكيد الدوافع ان هو جديد، وكل زي ما بيقولوا الغربال الجديد بيبقى ليه شده. مع الحاجات اللي كباتن قالوا عليها، موضوع برضو كان في ضغط على اللعيبه من كل مكان في مصر، صح، حسسهم بالمسؤوليه. دي ادت. طب ما تيجي نروح نشوف مستر ريكاردو قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه.
مساء الخير جميعا. كنا عارفين من قبل المباراة ان هي مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا. من اول دلوقتي كل مباراة بعد كده هتكون بالنسبة لنا بمثابة مباراة نهائي. ودائما الماتش القادم هو اهم حاجة بالنسبة لنا. Gostei fundamentalmente do comportamento dos jogadores que têm feito trabalho extraordinário diariamente. سعدت جدا بمجهود اللاعبين او باداء اللاعبين في المباراه لانهم عملوا تمارين يوميه وشغل يومي ممتاز جدا. Temos plano de jogo, uma estratégia de jogo para implementar no clube, isso demora tempo. في طبعا خطه للمباراه بنحاول ان احنا نطبقها ودي بنحاول نظهرها في المباراه ولكن بتاخد وقت شويه قبل ما تطلع بالشكل الكامل. Mas quero dar os parabéns aos jogadores porque têm feito trabalho muito grande durante a semana para que as coisas possam melhorar no futuro. ولكن احب احيي اللاعبين واشكرهم جدا لانهم اثناء الاسبوع الماضي ادوا تمارين جيده جدا واشتغلوا بشكل جيد جدا من اجل ان يكونوا جاهزين للمباراه ونقدم مباراه جيده. Agradecer também aos nossos fantásticos adeptos que cantaram junto tudo. واشكر الجمهور الرائع جمهور النادي الاهلي اللي دعمنا اثناء المباراه. انتم مهمين جدا بالنسبه لنا. لان الطريق طويل قدامنا واكيد هيبقى في مباريات مش هتمشي بنفس الطريقه بتاعت مباراه اليوم. واكيد هيكون دعم الجماهير مهم جدا بالنسبه لنا واساسي من اجل ان هو يدي ثقه للاعبين ومن اجل ان احنا نقدر نقتنص بيه الفوز. وطبعا كان مهم جدا بالنسبه للمدرب النهارده ان هو يحاول يتحكم في مجهود اللاعبين عشان يقدر يظبط المجهود مع المباريات القادمه. واللاعبين على مستوى ذكاء عالي كانوا متفاهمين جدا ان احنا معانا خلال كم يوم مباراه لسه قادمه بالنسبه لنا ومهمه بالنسبه لطريقنا. ما كانش فيه طبعا التنظيم الجيد جدا او التوازن من بعد الشوط الاول ولكن المدرب بيقول ان احنا قدرنا برضو ان احنا نقفل الخطوط ونقرب المساحات ما بين لاعبين الفريق. كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا لن نتحمل اهداف النهارده. لان طبعا بدون تحمل اهداف بنكون احنا الاقرب للفوز في المباراه. Pergunta dele que você hoje começou o jogo com Hussam, a ponta de lança. Ele acha que o Hussam fez já trabalho que ele sempre conseguiu ter a bola e abrir o espaço para os jogadores que vêm de atrás. Então o Hussam vai ser sempre a nossa ponta de lança para o nosso futuro? Cada jogo tem a sua própria história. كل مباراة بيبقى ليها القصة والأحداث بتاعتها. وكل اللاعبين مهمين جدا بالنسبة لي. وأثناء الأسبوع بتبقى اللاعبين المفروض إن هي بتشتغل من أجل إن وقت ما المدرب يستدعى حد منهم يكونوا جاهزين ويردوا بنفس الشكل اللي حصل النهاردة. احنا عايزين نعمل ثقافة استحقاق داخل النادي. ان اللي بيشتغل اكتر اكيد هيكون
ليه الحق ان هو يلعب، وهيكون اكيد هو اللي ظاهر في الملعب. Pergunta que por este jogo nós tivemos o tempo mais comprido para o mais longo para fazer a preparação para o jogo. Então isto ajudou você para fazer este jogo e também isto vai afetar a nossa equipa para o próximo jogo contra Pyramids que em 3 dias? Sim, é uma boa pergunta. سؤال جيد. Nós estamos aqui há pouco tempo. أنا حضرت هنا من وقت بسيط. Desde o primeiro dia que eu disse que temos um grande desafio pela frente. من أول يوم حضرت هنا وقلت إن إحنا قدامنا تحدي كبير جدا. Porque queremos colocar uma identidade muito própria na equipa, no clube. لأن إحنا بنسعى أن نضع شخصية واضحة لفريق النادي الأهلي أو للاعبين النادي الأهلي في الملعب. Uma equipa que seja consistente a defender, que seja equilibrada a defender. إن الفريق يكون ثابت ومتوازن بالنسبة للأمور الدفاعية. Mas também que seja muito pressionante e que jogue claramente o ataque. وكذلك يكون اللعيب الفريق فريق بيضغط بشكل قوي وبيلعب برضه من أجل الهجوم. Que possa proporcionar às pessoas bom jogo de futebol e que as pessoas possam sair do estádio felizes. وأقدر إن شاء الله إن بعد كده أعمل عرض كرة قدم يكون جيد جدا، الناس تخرج من الملعب وهي مبسوطة. Mas para isso há uma metodologia de treino que nos leva a processo de jogo para poder jogar de determinada forma. Isso também leva o seu tempo. وأكيد طبعا الموضوع ده بياخد وقته مع برضه وجود المباريات المتلاحقة، ده أكيد طبعا بيعطل العملية إن هي ما بتبقاش الأفكار بتوصل كلها بالشكل اللي احنا متوقعينه، إن هي بتاخد وقت شوية. هل في منظومه دفاعيه معينه بيعتمد عليها الكوتش، ولا الاسماء نفسها اللي موجوده في الفريق هي اللي تغير مستواها مع الكوتش؟ وهل ممكن نشوف بدر بانون في الماتشات اللي جايه، خصوصا الاهلي الماتشين الجايين هيلعب بيراميدز والزمالك اللي هم ثاني وثالث اقوى خط هجوم في الدوري؟ A pergunta dele que hoje é o terceiro jogo e a equipa não sofreu gols. Isto porque você fez já uma organização defensiva forte, ou os jogadores que nós temos aqui na nossa linha defensiva melhoraram com você. Também que vamos fazer 2 jogos contra o Zamalek e contra o Pyramids, que eles têm o melhor ataque aqui no campeonato. Sim, nós, da análise que fizemos à equipa, nós tínhamos que começar por algum lado. مع التحليلات اللي اديناها بالنسبه للفريق كان لازم ان احنا نبدا من جنب معين. وكان بالنسبه لنا في طريق محدد قدامنا لازم نمشي عليه وما نبعدش عن الطريق ده. وكان طبعا بالنسبه لنا ان المرحله الاوليه لابد منها تنظيم الفريق على المستوى الدفاعي. O nosso trabalho tem incidido basicamente mais no processo defensivo. يعني كان حتى الاساس بتاع العمل في الشغل مع الفريق كان كله على الجانب الدفاعي. Mas esta semana, a semana foi mais comprida e nós colocamos também ênfase no processo ofensivo. ولكن الاسبوع الماضي طبعا كان الوقت متاح شويه بالنسبه لنا، قدرنا ان احنا نحط بعض الافكار برضه على المستوى الهجومي. Mas mesmo muito importante é a capacidade que os jogadores tiveram de assimilar as ideias, de trabalhar muito, muito forte. Trabalharam muito, muito bem durante a semana. Aliás, desde o início que nós estamos cá. طبعا كان مهم جدا ان اللاعبين قدرت ان هي تستوعب الافكار خلال الاسبوع الماضي، وقدرنا ان احنا برضو من ساعه وصول المدرب الى الان واللاعبين بتستوعب الافكار وبتحاول ان هي تطبقها في الملعب، وده اللي ادى لنا شكل جيد في المباراه. ولكن برضو ما زال قدامنا طريق لازم ان احنا نمشي عليه، طريق جيد من اجل ان احنا نعبره. ايه pergunta também se vamos encontrar o Badr futuramente na nossa linha defensiva. O Badr é mais jogador que eu tenho à disposição. بدر بالنسبه لي اللاعب موجود في الفريق. E como eu disse anteriormente,
كوميلي todos os jogadores contam. وانا ذكرت لكم قبل كده ان بالنسبه لي كل اللاعبين اعتمد عليهم ولهم اهميتهم في الفريق. Eu digo-lhes a eles as coisas são muito claras entre eu e os jogadores. الامور واضحه جدا ما بيني وما بين اللاعبين. Aqueles que demonstrarem mais competência diariamente. لازم ان هم يظهروا كل يوم مستوى تنافس عالي جدا ما بينهم. São aqueles que vão ser escolhidos. Portanto, ninguém tem lugar assegurado de jogo para o outro. واكيد طبعا بنختار الافضل وبيبقى في طبعا بعض الاماكن اللي هي بتظهر من مباراه اخرى. O que eles fizeram hoje já é passado, já estamos a pensar no futuro e há treinos durante a semana antes do próximo jogo para eles demonstrarem que querem pertencer ao 11. مباراة النهارده تعتبر بالنسبه لنا عدت. خلاص احنا بنفكر في المباراه اللي جايه، في تمارين قادمه، لازم اللاعبين تظهر المستوى المطلوب من اجل ان هي تشارك في المباريات القادمه. Parabéns para a vitória. São três pontos muito importantes com grande vitória. واحنا شفناه في المباراه بالفعل شفنا الاداء غير النادي الاهلي منذ مباريات سابقه فكلمنا بقى عن هل التبديل ele diz que você puxa conseguiu já pôr coisas novas para a nossa equipa ao nível dos treinamentos que também hoje no aquecimento estava claro que nós fizemos dois faltas laterais durante o aquecimento e isto deu depois para nós finalizar também de fora e acharam que estas coisas nós conseguimos também aplicar durante o jogo então querem saber qual é a sua filosofia de fazer estes treinamentos e fazer as mudanças desde sua chegada com a equipe. Cada treinador tem seu método de trabalho. أكيد كل مدرب بيبقى ليه طريقته في الشغل. وفي كرة القدم في أكتر من شكل من أجل الفوز. مفيش طبعا طريقة واحدة أو ثابتة من أجل الفوز. اللي هي تدينا النجاح. كل الأفكار متاحة وليها قيمتها في كرة القدم. طبعا أنا ليا أفكاري الشخصية اللي أنا ما بتنازلش عنها. temos um plano temos uma ideia de jogo para colocar no Ali ليا الخطة بتاعتي وفي طبعا اسلوب لعب بحاول ان انا اطبقه في النادي الاهلي que possa no fundo acrescentar vitórias atrás de vitórias e títulos para o Ali وده طبعا هيكون ان شاء الله الهدف بتاعه ان احنا بنحاول ان احنا يكون منها فوز مع فوز وبنقدر ان احنا برضو نحصد القاب من اجل النادي الاهلي e já deu para ver em pouco tempo que há muita competência dos meus colegas treinadores وطبعا شفت في وقت قليل جدا ان في طبعا منافسه قويه ما بين المدربين وهتبقى تعتبر زي مصارعه قويه جدا من اجل حصد اللقب او من اجل الفوز بالالقاب Parabéns esta vitória de hoje. Terceiro jogo. A equipa conseguiu duas coisas muito boas. A pressão alta que nós conseguimos apor no início do jogo. Também fechamos as linhas. Esta é uma coisa que nós sentimos durante o jogo, pois que do início do jogo nós perdemos dois jogadores importantes que saíram. E também isto não afetou o rendimento da equipa, então foi uma vantagem do seu trabalho, ou o mérito do seu trabalho. O mérito é fundamentalmente dos jogadores. بصوا بصراحة الاستحقاق في المباراة كلها من يستحق اللاعبين. Têm trabalhado muito e concentrados naquilo que lhes peço. لأن طبعا اللاعبين اشتغلت كتير جدا وكذلك كانوا مركزين في الطلبات اللي طلبها منهم المدرب. E aquilo que estou aqui a dizer de que todos contam. وانا زي ما قلت كلهم ليهم اهميه عندي وبعتمد على الجميع. Eu faço vos passar essa mensagem e penso que eles já perceberam que é assim mesmo que funciona. وانا بحاول اوصلهم الرساله دي واعتقد ان هم تفهموا الرساله ان هي الامور هتكون ماشيه بالشكل ده. Então eles estão-se a preparar muito bem e depois quando são chamados têm um bom rendimento como foi o caso
das duas substituições que fiz muito cedo. وطبعا وقت ما بنده اللاعبين بتبقى اللاعبين جاهزه جدا وبتدخل المباراه من اجل ان تؤدي اداء جيد وكان واضح طبعا في التبديلين المبكرين اللي احنا عملناهم في المباراه. E cada vez iremos estar mais preparados porque houveram outros que não entraram e outros que estavam fora e tenho certeza que eles com o tempo vão estar mais preparados para dar uma boa solução à equipa. وكذلك برضو ان احنا في برضو مازال بعض اللاعبين اللي ما شاركوش معانا كانوا على الدكه ولكن المدرب متاكد ان هم اللاعبين على جاهزيه برضو ان هو وقت ما هينده لهم هيكون ادائهم جيد جدا داخل الملعب. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك فوز النهارده فوز كبير على فريق كبير زي الكليتشو. Parabéns esta vitória contra uma equipa grande. شكرا. É que empataram contra o Ahly na primeira volta. Ele pergunta que aqui tem treinadores portugueses que ontem a seleção assinou como treinador português, também tem o Oswaldo Ferreira e tem também o treinador do Farco. Então agora são quatro treinadores portugueses aqui. Isto o que representa a você que tiver aqui quatro treinadores portugueses no campeonato? O treinador português, acho que é do conhecimento geral, é um treinador valorizado fora do Portugal. المدرب البرتغالي عامة يمكن بشكل واضح انه هو ليه قيمته في الدول اللي هي خارج البرتغال. ولكن هنا في مصر برضو انا شفت مدربين محليين كويسين. وانا طبعا كان من اهدافي ان انا اجي هنا ومبسوط جدا في البلد وسعيد جدا بوجودي في مصر. واحب جدا المصريين. الحمد لله يمكن الظروف كانت في صالحي ان انا اكون موجود هنا. واهدافي تعتبر سهله جدا. Os responsáveis do Ahly depositaram em mim ao trazer-me para cá. اول حاجه ان انا ارد على الثقه اللي وضعتها في اداره النادي الاهلي وان هي احضرتني هنا. E tentar ajudar que o próprio Egito possa crescer ainda mais porque tem muito potencial. واحاول ان اساهم من اجل ان الكره المصريه تتطور شويه لان واضح ان الكره المصريه فيها قوه عاليه. E eu quero essa responsabilidade também de poder ajudar a que cada vez, cada dia que passa, o Egito possa ter melhores jogadores e melhores equipas. وانا بحاول اشارك في حاجه زي كده من اجل التطوير ان يبقى كل يوم بيعدي مصر فيها لاعبين بشكل افضل وفيها كره قدم بشكل افضل. طيب كابتن مسامة التصريحات متزنة من مستر ريكاردو سواريش عندك تعليق عليها؟ يعني تصريحات معظمها متزن. النهارده هو كسبان 4 تملي المدير الفني لما بيبقى كسبان ومكسب حلو ونتيجة كبيرة هتلاقي التصريحات أكثر اتزانا لما بيبقى في مواقف صعبة سواء مهزوم أو نتائج متتالية حتى الردود على الصحفيين ممكن تبقى بشكل مختلف. عامة التصريحات منطقية ولكن أنا قلت لك استمرارية الأداء في المباريات استمرارية التصريحات الاستمرارية وطول المدة هو اللي بيبين الشخصية أكتر واللي بيبين الأداء أكتر هو اللي لكن هو النهاردة التصريحات كلها منطقية يعني قال لك اللعيبة اللي هتدي في التدريب هتلعب ودي كلمة معظم المدربين الأجانب أكتر كمان تحديدا أيوة. يعني إحنا هنا في بعض المدربين المصريين بيبقى عارف اللعيب وحافظه حتى واللعيب أثر في التدريب بعض الفترات هو عارف مثلا سنتين ثلاثة أربعة هذا اللاعب فيقول لك إيه لا ده هيدي في الماتش أنا عارف إنه هيدي في الماتش الأجنبي تملي يقول لك لا اللي هيديني في التدريب يعني كل المدربين اللي اشتغلنا معاهم قبل كده وبعد كده وحتى هو تصريحه اللي هيدي في التدريب هو اللي هيلعب ده المفهوم عشان هو لسه جاي
لكن لو عنده لعيب اساسي وقعد مثلا يومين ثلاثه اربعه مش في التدريب كويس اكيد برضه هيلعب، بس هو لما يتمكن من الفرقه ويعرف مين الاساسي ومين الاحتياطي ومين اللي بيديله في الماتشات الجامده هيستقر على الشكل او الهيكل. طبعا شكر في جمهور الاهلي وده طبيعي ان بيقول لك بيساند على طول. قال لك المباراه القادمه عندي، لما سالوه على المباراه بعد كده قال المباراه القادمه عندي هي اهم مباراه. صحيح. يعني هيفكر جزء او حته جزء يعني مباراه البيراميدز هي اهم بالنسبه له، اهم مباراه قبل ما يفكر في الزمالك في النهايه. قبل ما يفكر طبعا شكر اللعيبه على المجهود، قال لك اشتغلوا شغل يومي كبير الاسبوع دوت فشكرهم. يعني كل التصريحات تقريبا ماشيه في اطار منطقي، ما فيش. وزي ما انا قلت لك تملي المكسب الحلو والاداء الحلو بيديلك اريحيه في الكلام وبيديلك هدوء وبيديلك يعني. فطبعا هو كلامه كبير منطقي. انت قلت لي البصمات اللي في المباراه، اكيد اكيد هو اشتغل واكيد شرح حاجات واكيد قال حاجات، ولكن العامل الاكبر انا قلت لك انه كان الضغط اللي حصل على لعيبه الاهلي وباينه في الروح والاصرار والكلام دوت. هو الاصرار باين هو كابتن طبعا، ده الهدف الاول مثلا كابتن اسامه. الهدف الاول ماشي. طبعا كره طويله صلاح عبد المنعم لعبها بدماغه وردها كويس من الضغط. شوف بقى الكثافه العدديه هنا، يعني قبل يعني يا ريت رجعها بسرعه او رجعها لورا شويه. نرجع من بدايه الهجمه. ايوه ماشي. صلاح لعمرو سليه خد قرار التسديد، هي كانت مفاجاه بالنسبه لجنش. فهو حط ايده فيها بالظبط. طبعا صلاح جاي من مسافه ركنها كويس قوي، اللاكي برده لانه هو حطها عكس جنش، كانت ممكن تيجي جون على طول. ولكن في تكمله بقى هنا. ايوه تكمله بقى. بص من حسام وعبد القادر وقفشه. انا في الاول كنت يعني قلت قفشه سيبها لعبد القادر، لان عبد القادر جايب وشه. بس هو ربنا كرمه ان لما سند ما لحقوش يضغطوا عليه بشكل كبير. سواء جنش او كان في مدافع. يعني هي بص وهي راجعه بعد ما صلاح محسن حطها، هي جايه في وش عبد القادر. قفشه فتح الجون لنفسه بالتهيئه دي. ما هو لما سند فتح الجون بنفسه كويس. ولكن القرار الاساسي اللي كان اصح كان ان عبد القادر هو اللي جايب وشه. لكن هو لما سند يعني بص وهي راجعه عبد القادر جايب وشه وهو خدها من قدامه. لما سند يعني هو فتح الجون بس كمان خدمته في ايه؟ ان ما لحقوش يتقفل عليه. يعني كان ممكن جنش يقفل عليه بسرعه، بس هو اتصرف بالسنده ثم التسديده قويه على الارض. هدف صحيح. جميل طبعا، يعني فمن الاهداف الحلوه من كل اللعبه. صحيح. يعني التسديده عمرو التكمله كل ده كان ده اعتقد يا كابتن عادل الهدف الثاني كانت هجمه لفيوسف احمد رفعت من ناحيه الشمال وراح بيها ثم رفعت. هنا بقى الفكره في ايه يا كابتن؟ في التحرك العكسي. وعبد القادر لما بص للناحيه اللونج باص بالظبط، يعني المساحه الفاضيه الحاجه الثانيه المهمه التريحه دي كمان صراحة. صحيح. يعني فيها تحرك اكثر من رائع. يعني انت بتتكلم على 3 لعيبه و 3 6 ضد 3 مظبوط، ولكن انت الافضل في ايه؟ انك انت بتلعب الوان تاتش. والنهارده ظهر على النادي الاهلي حاجه جيده، سرعه التحول من الدفاع للهجوم. ولو كمان الوان تاتش اللي هو مزبوط. اكتر واحد كان بيمسك الكره شويه عبد القادر، ودي عشان مهارته الاساسيه مزبوط. لكن هنا التحرك كان جيد جدا. هتهلنا من بدايه اللعب عشان برضو ناكد كلام الكابتن عادل اللي هو من اقل عدد من التمريرات انت وصلت لحد ال 18 ايه واحده اقف هنا بقى نقف هنا اقف هنا بالظبط. انا عايز اقول القطع بالباص صح دي مهمه. يعني مش انك انت مش الموضوع انك انت بتقطع وبعدين تاخد وقت عشان تعمل بالزبط. الباص القطع بالباص ده واحد اتنين مظبوط. التحرك بتاع العكسي يعني صلاح محسن، لولا ان صلاح محسن التحرك الجيد اللي بيتحركه ده ومفضي نفسه ما كانش عبد القادر ياخد القرار انه يعملها. ورؤيه عبد القادر يبقى دي فيها ايه يا كابتن؟ يبقى دي فيها اتصال، يبقى دي فيها ايه فكره ما بين خواطر. الحاجه الثانيه اقف هنا ثاني يا كروري. الحاجه الثانيه اللي جاي من ورا مين كمان؟ يعني مرحله ثالثه في الجون او في اللعبه. ان في متابعه للي ورا وفكره من صلاح وبعدين اللي جاي من تحت حسام.
فهو الـ الـ الاول حاجه وقفشه كمان في قرار قفشه. اولا قرار قفشه انه عطل اللعب وانه رقص علشان لحد ما حسام يعدل، لانه كان راح بقوا 3-2. لو كان راح في اتجاه كانوا خرجوه لبره. صحيح. المهم في حسام حسن عمل حاجه مهمه قوي ان هو حط جسمه قدام اللاعبين علشان البسه بلغه الكوره بنالتي. مظبوط. لانه احنا دايما نقول للفراوده حاجه مهمه يا كابتن، مشيها ده كرول كده مشيها ماشي ماشي يعني ماشي نكمل. ماشي اول ما تدخل ال 18 نقف هنا هنا صح. هنا في نقطه مهمه جدا دايما تقول للفرود بتاعك ان البنالتي بيحميك. مظبوط. انت عندك حمايه جوه ال 18. ايه هي الحكمه الحمايه؟ البنالتي. فانت تروح تقف قدام اللعيبه، تلاقي لعيبه اوروبا كلها او اللعيبه بتعمل ايديها وتطلع ايديها بره ان انا ما بيدخلش على اللاعب، لكن انت ممكن وانت بتجري تقف. ساعتها القانون بيقول لك من الاخطاء، وكابتن ناصر ممكن يقولها لك، من الاخطاء اللي هي العشرة بتوع البنالتي، ولكن انت اللي ممكن تعمل الخطا، بمعنى انت كمهاجم تحط المدافع زي ما بنقول في الكوره. فلعب اولا مباشر جيد جدا، في سرعات جيده جدا، في ملاحقة يعني هدف البنالتي ده، في جميع عناصر الكرة المختلفة عن الماتشات اللي فاتت للنادي الأهلي. سرعة، باص، تحرك، فكر جاي من تحت، حسام حسن حط جسمه كويس. وحسام كمان هنا وهو نام يعني كانه بيبوس ايده يعني وشه وظهر الحمد لله. هو يعني هو النهارده على فكرة لازم ندي حسام حقه النهارده. صح. بمعنى حسام النهارده كان محطة للنادي الأهلي. صحيح. لاعب بيشتغل. صحيح. في حته انه بيوقف وبيباص وبيشتغل حسام حسن النهارده. لا النهارده ياخد حقه، ولكن المهم المهم ان كمان محمد شريف لو حسام جنبه محمد شريف لا يا كابتن، محمد شريف دلوقتي محمد شريف لازم يعرف ان بقى فيه مهاجم، بقى فيه حسام حسن موجود. التنافس ده حاجه جميله، لا يفل الفريق. لا يفل الحديد الا الحديد يا كابتن، احنا عارفينها طبعا المنافسه. طب نجيب حتى علي معلول لما شاط البنالتي يعني يعني نجيب علي طيب عشان نشوف المقرا ده علي معلول ادي الراجل حقه، هات لنا علي معلول يا دكتور عشان نقول عليه حاجه يعني. يعني هو الراجل حطها في كل اقتدار يعني، ما عندوش يظهر ان ما عندش. هي تحركات النهارده راس مال للفرقه كلها بحاجه. لا يعني يعني النهارده انا شايف اهو حتى علي معلول داخل يشوطها باريحيه. ايوه ايوه النتيجه يا كابتن، النتيجه فاكر لما احنا اتكلمنا ان لما تكون متاخر الفرود، لما يكون متاخر 2-0 ايوه يا كابتن لا داخل بهدوء مش مشدود، وبص على جنش كمان وكمان يعني حاططها بايجابيه. أيوه. ما حطهاش يعني هي قويه. أيوه. محطوطه قويه، حتى لو كان راح لها جنش كانت ممكن بس اللي هو النقطه المهمه في النادي الاهلي النهارده، وكابتن اسامه ضحك فيها ايوه، انه طول الوقت يا كابتن طول الوقت اللعيبه لازم يبقى ليها منافسه. صح ولا لا؟ طبعا صحيح. طبعا المنافسه بتؤدي الى طيب. اجتهاد اللاعبين صحيح. اتفضل صحيح. طب الجول الثالث يا كابتن شريف، بدايه الهجمه دي بدايتها بص على انتشار الاول لعيبه الاهلي من قطعوها ايوه، هات الكره من ورا شويه كده ذكروني. هي كانت اول فعلا بص هنا الكوره كانت مع احمد عاطف، الضغط اللي هم من اول دقيقه على ادي الضغط وادي الرؤيه وادي ده حمدي فتحي ها، وانت بتتكلم على تقريبا الدقيقه 46 والانتشار بتاع اللعيبه ايوه، ادي اللعيبه اهو مش عارف يدي واحد اثنين ادى اللي قدامه او المحط حسام حسن لمسه واحده اللي احنا بنتكلم عنها بنفس التحركات بنفس الجاب بنفس الزياده العدديه على اللعيبه واللعيب بيحرج اللعيب بيقول له لازم تحطها لي هنا دلوقتي خلاص يعني ما. وبعدين العرضيه اللي هتشوفها بس انا عاجبني السرعه في التحول العرضيه بالدخول هي دي بقى حسام حسن الجول برضه قاتل على الكور المقاتله اللي حصلت دلوقتي والروح دي هو ده دي الجول بص بقى الزياده العدديه يعني ادي 1 2 3 4 5 يعني لولا ان رجع عملها ما كانش ست لعيبه غير اللي لعب الكور انت تلعب الكوره بالعرض مش لحد هتلاقي اي حد داخل صحيح. وفعلا زي كره جايه من كره طايره كده جايه بدماغه بيلعبها سماتش والجول بس جت في حسام حسن اللي عوضها وراح لعبها لقفشه وقفشه بنفس النيرف بنفس وعلى فكره هات لنا الكوره بس وهي قريبه الكوره دي كمان كانت قريبه ليه لعيبه فيوتشر عن حسام حسن
الروح بقى كان روح عالي قوي. ايوه والسرعه أيوة. ايه تاني وبعدين بص واقف مستنيها ازاي؟ سيبك من الكوره سيبك من الكوره أيوة. بص قفشه واقف ازاي؟ بص قفشه واقف مستني حسام وكمان عاملها باصه حسام كان مظبوط معاك كويس مظبوط بصراحه حسام من النهارده ملى مكانه يعني زي ما قال عادل كان عامل محطه هجوميه كويس بص كانت بعيده عنه لا صحيح يا رب يستمر كده ويبقى جنبه محمد شريف برضو وكل اللعيبه انا ما زلت مصمم ان لو حسام وشريف قدام وقفشه تحتيهم وبنلعب بالشات بلغ طيب مدير كابتن علاء الجول الرابع ما بلغ مدير الفني انت بتكلم كابتن علاء الهدف الرابع ما بلغوش ليه ولا لازم يسمعني لا نجيبها من البدايه ممكن نجيبها من البدايه انا معاك اهو خد بالك علاء هيوصلوا هيلعبوا كده الكوره دلوقتي يا كابتن علاء تحرك برضه حسام بص انت قريب دايما للكره الثانيه كنا زمان بنتكلم بص لمسه واحده حسام برضه من حلو قوي ماشي طولت لكن بص هنا كام واحد ضغط لا انا بص انا قبل دي بص مين اللي مكمل السولية هو رايح حرب مكان عمرو مكان حسام نادرا لما عمرو السولية يروح المكان ده صعبه جدا ده ما كنا بنلاقي مثلا محمد مجدي لو مثلا عكساه كنا نلاقي طاهر لكن عمرو في المكان ده كانت غريبه شويه لكن بص ضغط اثنين من 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 فيوتشر ثلاثه بقى هنا توقع محمد مجدي احسن حاجه هنا اللي حصل بين عمرو السولية راح فاتح شويه على الشمال صح وبص احمد عبد القادر خلوا كل المجال صح لمحمد مجدي يختار انسب حاجه مزبوط. لو الاثنين دول ما اتحركوش يا ايمن القطعه دي ولا كان ليها لازمه صح. لكن حركه عبد القادر والحركه الممتازه لعمرو دلوقتي اثنين محتارين يروحوا فين عمرو تقريبا امتياز عشان عمل حاجه ايمن هو متحرك عشان مش بيتحرك بس صح. هو اتحرك عشان ياخد الكوره ومحضر هيعمل ايه برافو عليك هو ده لعيب الكوره دايما برافو عليك بص ايمن صح ادائك من المباراه بدايتك النتيجه العاليه اللي فوق دي بتديك ارتياحيه في كل تفكيرك اثناء المباراه انت مش مضغوط كده خالص انت كل حاجه عندك بتفكر فيها بهدوء عشان كده تحرك عمرو السولية امتياز احمد عبد القادر امتياز خلوا محمد مجدي اتفضل اختار انت هتلعب لمين هو لعبها لعمرو عمرو عارف هيلعب ايه اداها لمسه واحده لاحمد عبد القادر تحضير احمد عبد القادر عارف ان جنش هيروح على القريبه فهو حطها ببطن رجله جامده جدا على البعيده هدف حلو قوي يعني الاهداف كلها حلوه بص دي بص يا كابتن هجمه منظمه برده قطع بص كله قطع قطع طول عشان الكره الثانيه انت واخدها اسهل حاجه كمان ايه وان تاتش بص ايمن تو تاتشز بالكتير اسهل حاجه ايمن تعمل هجمه على فريق وهو بيهاجم عليك تقطع صحيح. انت رايح على مساحات كتير قوي بس تقطع في الاماكن الحساسه دايما هو ده اللي بيفرق بين فريق وفريق لكن طبعا النهارده حاجات كتير قوي اتعملت مع لعيبه النادي الاهلي كويسه جدا كمان طب بص كل لمسه لمسه لكن لو جه هدف كان احسن هدف في المباراه دي كوره جميله حلوه قوي قوي دي بص 15 لمسه يعني دي انا عندي اللعب ده يمكن احلى من الهدف لو جت هدف كمان كان هيبقى حلو قوي لكن زي ما بقول لك ايمن بص يا كابتن ادي الاولى بص يا ايمن كل حاجه هتعملها حمدي عملها حلو قوي ده يمكن ال 11 والسولية وسع لنفسه حمدي من البدايه يا كابتن بص حمدي عملها حلو قوي كابتن بص انت قاطع بص قاطع قاطع على طول يا ايمن قاطع ومحضر وخلي بالك قاطع ومحضر وبتحرك وبتتصرف كويس لا وكل تحركاتك لقدام بص ادي الخمسه كل بص كله قدام لقدام والساسه بالظبط كل حسام برضه كلها تمريرات ايجابيه بص كلها لقدام لمسه واحده محضر خلاص انت 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 براحتك في الملعب صح. بتحرك بارتياح كويس قوي مزبوط. فريق مش عارف يعمل معاك ايه لان كلها بروح لواحد بلا واحد فاضي لمسه سابها امتياز من حمدي لازم هناك بقى مش قريبه لازم في البعيده لكن الجمله كلها والشكل لعيبه النادي الاهلي شكل جمالي حلو قوي حضاري انت بتلعب كره راقيه النهارده انك دايما صح. منتشر كويس الكره الثانيه بتاعتك ضاغط بص الضغط بص يا كابتن برده صح كابتن بص برده الضغط برده ده عنوان المباراه النهارده الضغط والتحركات بتاعت لعيبه النادي الاهلي هم اللي خليهم احسن من الكره دي أي. ليهم سطو في كل حاجه بس فعلا قفله حلوه جدا مين اللي قطع الكره دي حسام بص حسام حسن برده لا انا النهارده ما سابش مكانه غير لما جه علي معلوم دخل لجوه اهو شافه ودي طريقه هيرجع تاني لا عبد القادر عمل دي ليه كده عملها حلوه غير متوقع القفشه حلوه قوي قوي لو ده القفشه بقى تاني هنا عبد القادر تحس ان هو يعني ايه وماشي تانية عن اللاعبين يعني بص كابتن برضه هنا كابتن اسامه ضغط برضه عالي من النادي الاهلي مظبوط ما انا بقول لك الضغط النهارده كان اميز حاجه في الفرقه في مواقف كتيره جدا بانت ده تقريبا الجول الاولاني لا يعني شبهها في الدقيقه 20 لا دي في الدقيقه
بس عامه النهارده من اول دقيقه الضغط كان ممتاز. بس واضح طبعا ان دي تعليمات مدرب. اكيد اكيد يعني ماشي تعليمات مدرب. بس هو اصلا اسلوب النادي الاهلي في ماتشات كتيره جدا الاهلي بيلعبها كويس بيضغط من الامام يعني. بس هو النهارده اتنفذت زي ما الطبيعي النادي الاهلي بيعمله يعني، غير عكس اخر 10 ماتشات. لكن هو الطبيعي اداء النادي الاهلي في الماتشات الحلوه اللي عملها كلها هتلاقي الضغط بصوره كبيره جدا. بص الضغط هنا يا كابتن. طبعا ما بقول لك عدد كبير. ما يعني انت تقريبا ما كملتش 19 ثانيه واخدت وقطعت الكوره تاني. كور كتير جدا النهارده مقطوعه من فرقه بيراميدز. لو جبت معظم الاجوان اللي جبناها هتلاقيها مقطوعه منهم من فيوتشر من كتر الضغط اللي حصل. دي انا دي طلبتها من بص رفعت معاك كوره. بص كام واحده اروح عليه. صح. بص عبد القادر وعمرو السولية وكريم فؤاد خلوه لعبه غلط خلوه معاه يتصرف. وهنا برضه وعند رفعت بيبقى عايز مساحه عشان يتصرف. بص هو ما لحقش مش عارف يتصرف بصاها بره يعني. أيوه. فواضح ان هي تعليمات من المدرب. ولكن انا يعني انا بقول انه ده اسلوب النادي الاهلي عامه اساسا كويس. بس هو المهم بس هو برضه يا كابتن اسامه واضح ان هو قرا فرقه يوتشا. طبعا يعني واضح طبعاً. جدا طبعا لانه كان ممكن جدا يقول لك حاله الاهلي في ماتش الجونه والماتش اللي قبله مش حلوه، ارجع اتراجع لورا اصبر شويه العب. هو عارف ان هم بيبنوا من تحت. هقول لك هم عارف ان هو بيبنوا من تحت، درسهم كويس وعمل ضغط عالي جدا. دي طبعا تمريره رائعه من مجدي قفشه اللي عمل مباراه كبيره قوي النهارده وكان بيعمل تمريرات بينيه سحريه وجاب جونين حلوين. فهو النهارده الضغط كان عنوان يعني المباراه يعني يعتبر الضغط هو اللي كسب نادي فيوتشر النهارده. كان ممتاز والاداء برده كان فيه سرعه انه لمسه ولعبه تملي او لمسه واحده أو كان فيه سرعه اداء يعني. في حاجه احنا اتكلمنا فيها انا وانت يا كابتن ايمن واحنا بنتكلم على واحنا بنتفرج على الماتش لو فاكر. قلنا حته الايه العمق الزياده اللي كان موجود مش موجود النهارده. صح. تلاقي الفرقه كلها لحمه واحده. مظبوط. عشان كده انت الكره الثانيه خدتها. صح. عشان كده بتعمل الضغط بثلاثي بثلاث لاعبين واثنين لعيبه. عشان كده بتقطع بدري علشان كده بتقطع اول ما الكره بتروح منك بتقطع في المكان اللي انت بتقطع فيه. كل ده في نقطه واحده هو اللي خلاها تعمل كده. وما زلت ان انا مصر روح روح اللعيب. طيب كابتن شريف لو اخترنا رجل المباراه قفشه الحقيقه جاب جولين وعامل جولين ف كنتش هختاره النهارده. هختاره امتى؟ طيب خلاص ما براحتك اختار انت. ايوه اختار يعني كده عن نفسك عشان ده يعني هو ايه لو ما اختارتوش النهارده خلاص انت اختار حالك لما يجي لك انت الكلام بقول هتختار مين. يعني انت قلت قفشه كابتن. ايوه بقول لعيب وخلاص. احسن لعيب النهارده المفروض تركيزا ونيرف وكل حاجه. ايوه ونتيجه كمان هدفين واثنين وهدفين من صناعته. ماشي. طيب كابتن علاء رجل المباراه. انا ادي حسام حسن. تدي حسام حسن بالرغم من غير مبررات مش هو بقى عشان عمله. حسام حسن. حسام حسن مبررات. طيب حسن. انا كابتن اسامه عرب. قفشه محمد مجدي. قفشه طبعا جونين تمريرات الجونين التانيين هو اللي صانعهم غير صناعه اهداف اخرى لم تحقق. فكان افضل لاعب. طيب كابتن عادل. انا رجل المباراه بقول المحطه حسام حسن. حسام حسن محطه. طب لا والله انت زعلان ليه؟ هو وجهه نظر. انا بكلمه كان تمالك انت. انت مش قلت ليه بس انت مش قلت لا محتجر عليه. انت مش قلت هو يقول انت بتحجر عليه ليه؟ ماشي وراه. طب لا صح مظبوط. ثانيه واحده مين يا ايمن بقى انت؟ طيب انا انا اديها النهارده. ايوه حسام حسن. انا ينفع هو كانت ما بين قفشة وحسام حسن والاثنين بصراحة والفريق كله كان ليه أداء متميز. نروح الفريق النهاردة. صحيح صحيح. نروح لفاصل ونرجع بقى نستقبل خبيرنا التحكيم المتميز دايما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحياة التحكيمية. انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر كل سنة حضرتك طيب مشرفنا. كل سنة طيب يا كابتن أيمن وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. تحياتي طبعا للنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب،
وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن. كل سنه وانت طيب. كابتن ايمن، في بدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي على الاداء والنتيجه وهارد لك للنادي فيوتشر. نروح للمباراه، وقبل ما نتكلم في التحليل يا كابتن علاء، بس هتكلم على محمد الحنفي ان هو ادار المباراه بشخصيته التحكيميه. محمد الحنفي وحاول ليه؟ مباراه صعبه قبل واثناء نتيجه الاختبارات اللي تمت في الصندوق هنا او هنا. اللي البعض ممكن يعني ما يبقاش عارف قوي ان محمد الحنفي ادار اللقاء الاول اللي هو في الدور الاول ما بين فيوتشر والاهلي، هو نفس الحكم اللي ادار فيوتشر، وده بيخليه يا كابتن علاء ايه لما بيجي النهارده عليه ضغوط، خلي بالك. وده السؤال، يعني هل انا النهارده اتكلم على التعيينات الحكام، هل ما عنديش حكم تاني يقدر يدير هذه المباراه؟ ده السؤال. المفروض ان يكون عندي تطوير، عندي حكام اكتر من حكم يدير هذه المباراه، ولكن النهارده عشان احط الحنفي اللي هو انا بعتبر ان هو ادار مباراه بشكل جيد، ولكن انا دايما بخلي الحكم بعيد عن ضغط كابتن علاء. النهارده محمد الحنفي النهارده بيلعب هذه المباراه بشخصيته التحكيميه. الشخصيه التحكيميه النهارده كانت فارضه نفسها حتى على حكم الفار. يعني النهارده الحنفي النهارده، يعني انا بقول بامانه النهارده هو يعني نجى نفسه من فخ الفار نتيجه الشخصيه كابتن علاء التحكيميه. وهقول ليه الكلام دوت، الحالات كتيره، بس بقول التعيينات لابد ان احنا النهارده نبص على التعيينات افضل. احنا عندنا حكام كتير للفار، وعندنا حكام كمان كتير في الميدان يا كابتن ايمن. هروح للحالات التحكيميه وهنحكي من خلال الحالات التحكيميه. نشوف الطاقم التحكيم الاول، عندنا محمد الحنفي كان معاه اثنين مميزين جدا جدا النهارده، كان البساطي وكان عمر فتحي، هايلين النهارده في كل الاخطاء اللي هم احتسبوها. وكمان عندنا حكم رابع كان هادي جدا، صبر ابراهيم الحكم الرابع. الفار كان محمود السوقي وكان محمد احمد عباس الشهير بمحمد مايو. نشوف الاول الحاله الاولى كابتن علاء، واحده واحده كده ونشوف ونحلل الحاله الاولى. هرجع تاني، معلش هرجع. دكتور هقف، بس بعد اذنك هقف هنا. كابتن علاء، كابتن شريف، انا لو انا كحكم فار هنقف بس، ما عنديش القدره ان انا اقرا الحكم الميدان. اولا مدرسه محمد الحنفي كابتن اسامه بيسمح باستمرار اللعب في كثير من الالتحامات، صحيح، وهو ده محمد الحنفي. انا النهارده كحكم فار كابتن علاء لابد ان انا ابقى دارس الحكم بتاعي، مش هجيبك في حاجه وانا متاكد لما هتيجي تشوف هقول لك لا شكرا، مظبوط، نستغنى عن خدماتك. ده اللي حصل في الحاله الاولى. احنا قلنا دايما الفار بيتدخل في الحالات الواضحه جدا اللي هي ممكن تكون عندك زي واضحه، والحالات البعيده عن الحكم. نشوف هنا الحاله هنا والحاله في هنا، تمام. سكوت الحكم بيخلي اللعبه تواصل، بتستمر اللعبه، بتروح مره واثنين، بترتد وتيجي هدف للنادي الاهلي. الحنفي هنا بيحتسب الهدف. طبعا تدخل غير مبرر من الفار، ماشي. زي ما قلت انت جبت الفار، جبت الحكم، فين المخالفه يا كابتن؟ ده واقف جنبها بثلاثه. فين المخالفه؟ الحنفي قريب، ودي حاله من حاله تقديريه، قد نختلف قد نتفق، سيبها لي انا كحكم الميدان. وانت عارف ان معياري في حساب مخالفات لابد انك انت تقرا معياري. نشوف الحاله اللي جايه، نشوف زاويه جايه تاني اهي. سكوت لاعب ينجح في لعب الكره. نشوف هنا، نشوف يا كابتن هنا في شد وفي ايد هنا من لاعب فيوتشر، وهنا شد وايد، وبالتالي نمشي ونشوف مين اللاعب دكروري الكره. لاعب نادي الاهلي هنا نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا انا شايف هدف صحيح، تدخل غير مبرر في هذه الحاله كابتن ايمن. وبقول النهارده الحنفي تاني بينجو من فخ الفار في هذه الحاله، اللي كان ممكن النهارده لو حكم ضعيف الشخصيه كابتن علاء بقول اهو سهل قوي هنصات مع الحكم، كان راح مع التجارب بالظبط كده، ولكن النهارده الحنفي ادار مباراه بشخصيته التحكيميه اللي هي جيده. الحاله بعد كده شوف هنا حاله، وهنا الشد موجود وهو سمح باستمرار اللعب. البعض يقول لك الله، طب هو ما رجعش لدى الانذار ليه؟ السؤال يا كابتن عادل، هنا في شد، تمام؟ نمشي بقى خلاص، هو هنا محمد سمح باستمرار اللعب، في شد اه، ولكن هنا الشد دوت خلى اللعب يتواصل، يعني وبالتالي هنا الفرصه ما زالت موجوده مع مين؟ معلش، يعني اذا الشد ده ما عطلش الهجمه، الهجمه هنا كملت. في فرق النهارده لما يكون خطا بتهور كابتن اسامه لازم ارجع اودي ايه؟ ودي المخالفه بتهور، لكن هنا الشد هنا لم
يعطل لاعب النادي الاهلي، وبالتالي هنا ما رجعش ادى مخالفه الانذار وكان القرار كان قرار صحيح. الحاله بعد كده حاله ايضا بنشوف هنا ركله الجزاء. طبعا عارف يا كابتن ايمن يعني هو حسام حسن اول ما حط جسمه صح بنسبه 100% هياخد ركله جزاء، وهو ده ذكاء لاعب. حط جسمه، طبيعي انك انت كلاعب مدافع جاي ما عندكش اي حاجه غير انك انت ترتكب مخالفه، دي ركله جزاء سهله من الحالات التحكيميه السهله اهو. بنشوف هنا حط جسمه، حط جسمه، كان في مخالفه بالايد وكان في مخالفه بالرجل، قرار صحيح باحتساب ركله الجزاء. لو قلنا شفنا تاني هنا حسام حط جسمه، وبالتالي هنا الرجل من تحت، العرقله موجوده والدفع من الايد موجود، وركله الجزاء صحيحه، والفار بياكد على قرار الحكم في احتساب مخالفه صحيحه وركله جزاء صحيحه. الحلقه بعد كده طبعا البساطي هايل جدا جدا، رغم الشناوي هنا خد الكوره ونجح في لعبها، ولكن هنا بنشوف هنا هل في مخالفه تسلل؟ بس هذا اللاعب كابتن عادل كابتن علاء هنا هذا اللاعب في موقف ايه؟ تسلل. خليني بس معايا دكتور بعد اذنك هنا. طب اللاعب دوت لو الكره اتعملت اوفر وما راحتش ما اشتركش مع اللاعب او ما تدخلش في اللعب امتى انا بحاسبه على هذا الموقف؟ لما بشوف اللاعب دوت تداخل مع المنافس او تدخل في اللعب. نشوف هنا هل تدخل مع المنافس يا دكتور معلش، هنا بنشوف اللي هو سعد سمير تقريبا تدخل، وبالتالي هنا الحكم المساعد اشار بالرايه وقرار موفق من الحكم المساعد يوسف البساطي. الحل بعد كده عشان مثلا حدش يجي يقول لي ان كان في مخالفه، لا كان في تسلل موجود من الاول على لاعب نادي فشر. هنا مطالبه من علي معلول بركله جزاء، نشوف الحلفي هنا في البدايه هل في ركله جزاء؟ نشوف هنا لا يوجد ابدا اي تلامس ابدا، هو سقوط من علي معلول، وبالتالي الحنفي قرار صحيح بعدم احتساب اي مخالفه، وهنا انا شايف ان هنا مفيش مخالفه والسقوط نتيجه السقوط طبيعي، وهنا ما اقدرش ادي انذار للتحايل كابتن ايمن، هو خلى اللعبه توصل وقرار الحكم هنا كان قرار صحيح بعدم وجود مخالفه. هنا طبعا الحنفي مش محظوظ، يمكن دي الحاله الوحيده اللي هو حصل فيها اصطدام هنا للاعب فيوتشر، وبالتالي هنا هو الراجل على طول وقف اللعب، اللي هنا كان في باص رايح للاعب فيوتشر وهنا تعطيل، يعني هو حتى كمان اللاعب اللي رايح للحكم هو هنا تصرف ذكي من الحكم وقف اللعب وعمل اسقاط لنادي فيوتشر، ودي من الحالات المهمه جدا. تمام كده الحاله اللي بعد كده ونشوف تقريبا يعني كانت دي اخر حاله معانا كابتن ايمن. شايف النهارده زي ما قلت ان النهارده الحنفي لولا شخصيته التحكيميه القويه اعتقد كانت هتبقى في مشاكل، لان تدخل الفار الغير مبرر كان ممكن يفسد هذه المباراه كويس بتدخله الغير مبرر كويس. ومناسبه الفار بمناسبه التحكيمه كابتن ناصر، الفتره دي فتره صعبه جدا 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 في الدوري العام المصري سواء على القمه او في المؤخره تحت. بعض المباريات كنا بنتكلم بنقول ان في مش عايز اقول مساعده، ولكن احيانا بيحصل حاجات تحس انها متعمده. احيانا بعض الحكام سواء اللي في الملعب او اللي على الفار مش عايز اقول ان هم ليهم اتجاهات، مش عايز اقول كده، ولكن في اختلاف في تطبيق المعايير، وده شفناه النهارده في مباراه الزمالك والمقاولين العرب. تمام كابتن ايمن، احنا قلنا دايما متفقين ان الحكام زي اللعيبه كده، كل حكم ليه فروق فرديه سواء في فهم القانون او تطبيق القانون او شخصيته التحكيميه كده، ولكن انا طبعا انا عارف ان حضرتك بتقصد الفار والمعايير المختلفه من حكم الفار في حالات مشابهه في نفس الحالات ديت، بنحس ان الحكم احيانا هنا بيحسب وهنا أيوة ما بيحسبش. بس في حاجه كمان عايز اقولها لحضرتك، في الحالتين يعني هدف الزمالك النهارده زي هدف ملغي للنادي الاهلي السنه اللي فاتت في مباراه البنك الاهلي، اللي قعد على الفار واللي خد القرار في الحالتين واحد. طيب خلينا بس نبارك نادي الزمالك الاول، نقول مبروك وهارد لك نادي المقاولين عشان بس ما حدش يقول احنا بنتكلم على الزمالك، احنا بنتكلم على واقع التحكيم.
نتكلم على حكم الفار واحنا بنقول ايه ما يجب تطويره في حكم الفار. طيب مش علاقه بنادي الزمالك، نادي الزمالك كسب ومبروك لنادي الزمالك. نروح للحكم عمرو الشناوي كابتن اللي هو كان موجود على الفار في مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. والبنك الاهلي طبعا هذه الحاله اللي هو هدف ايمن اشرف. ايوه احنا لاحظنا تم تسجيل ايمن اشرف هدف كان احمد عمرو الشناوي كان على الفار. يا ريت تجيب لنا الصوره. تمام هنشوف بس يعني نشوف هنا هنا اللعبه الاولى هنا الهدف. انا بقولش هنا صحيح او مش صحيح ولكن هذه اللقطه هي تماما كابتن ايمن كابتن شريف هي لقطه ايمن اشرف في مباراه الاهلي وبنك الاهلي. طب كان مين على الفار؟ هو عمرو الشناوي. يبقى نفس الحكم اللي كان في مباراه النادي الاهلي وبنك الاهلي هو نفس الحكم اللي كان في مباراه الزمالك والمقاولين في ماتش الاهلي. هو ايه لغى هدف بداعي ان اللاعب قفز على الخصم. ايوه مفيش مشكله تمام. طب ما هذه الحاله هي مشابهه تماما يعني بقول مشابهه تماما نفس الحاله ونفس المعيار ونفس الحكم. هو هنا خلى اللعبه تواصل وتم احتساب الهدف وطبعا لم يستدعي الحكم في هذه الحاله اللي هو في ماتش الاهلي وبنك الاهلي استدعى الحكم فيها ورجع الحكم لغى الدف اللي انا بقول ايه دي زي دي. يا ريت تجيبوا لنا الصورتين جنب بعض لو موجودين الصورتين. بس انا عاوز اقول لك يا كابتن شريف لو القرار دوت مختلف من حكم كابتن علاء هقول ماشي مظبوط التقدير هنا يختلف من حكم لحكم ولكن لما يكون نفس الحكم في نفس الحاله ده اللي بيخلي الامور تبقى يعني مش كابتن مظبوطه بالنسبه للتحكيم. يمكن لو جبتوا لنا الصورتين على الشاشه بتاعت الكابتن ناصر كابتن ذكروا لو في صورتين مثلا هنجيب صورتين نفس الصورتين يعني انا بقول لكابتن هنا ايه يا كابتن هنا يعني هنا يعني الحاله مشابهه تماما لهذه الحاله كابتن علي. صحيح السؤال كابتن عمرو وانت حكم المباراه هنا وهنا انت هنا خليت اللعب لغيت هدف وسددت الحكم الفار وهنا خليت اللعبه تواصل وهنا الحكم حسب الهدف. كويس ده السؤال. طيب. نروح بقى للنقطه المهمه اللي هي في ركله الجزاء بالظبط ودي من اختصاص الفار يا كابتن علاء ودي مشكله يعني النهارده يا جماعه عندنا البروتوكول ينص تماما على ان الفار يتدخل في حاله تحرك الحارس امتى؟ لما الحارس يصد. كابتن ايمن لو الحارس تحرك والكره جت جون مفيش مشكله خلاص هنا كابتن انا بقول هنا نمره واحد امين عمر عندنا ثلاث عناصر مهمه جدا حكم المباراه المساعد رقم واحد شريف عبد الله الحكم المتميز اللي هو موجود هنا كابتن النقطه ديت اللي هو ايضا من اختصاصه لو مفيش فار مين هنا النهارده يتدخل؟ اللي يتدخل شريف عبد الله اللي هو اساسا دوره ان الكره عبرت خط المرمى مظبوط او لا او تحرك حارس المرمى من على خط المرمى. طيب شريف عبد الله يمكن ما خدش باله ايوه الفار النهارده موجود اللي هو الكابتن عمرو الشناوي. تعال نشوف من اثناء التنفيذ عندنا مشكله ادي هنا دخول من لاعب نادي الزمالك لاعب نادي المقاولين يبقى هنا دي شغله الحكم سواء الكره جت هدف اتصدت ارتدت العارضه ما جاتش هدف في كل الاحوال انا بعيد كحكم هذه الحاله الحكم هنا ما عادش مزبوط. طيب تعالى بقى الفار ودورك في انك انت النهارده لابد انك انت في هذه الحاله ده تدخلك لابد انك انت تتدخل في ان دي تعاد ولكن السؤال يا كابتن عمرو الخروج اللي هو الصارخ من حارس المرمى اثناء التنفيذ وحضرتك النهارده لم تستدعي الحكم في هذه الحاله بقول لابد النهارده كابتن عصام ولجنه التعيينات لابد النهارده في منافسه كابتن عادل وحاضرين الحكام اللي تبقى موجوده عندها الشخصيه التحكيميه سواء كان في الفار او كان في ميدان اللعب لا تتاثر باي شيء صحيح احنا ما حدش بيطلب غير حقه سواء النادي الاهلي او سواء نادي الزمالك او اي نادي في الانديه اللي موجوده كابتن نتمنى طبعا كابتن عصام ترجع من المغرب كابتن عصام موجود في المغرب موجود في المغرب ايوه وبرضك سؤال غريب جدا كابتن عصام انت حضرتك موجود في المغرب في بطوله طيب. مين اللي بيدير هنا ده السؤال انا بساله يا ريت حد يقول لي ويجاوبني من يدير لجنه الحكام الان من يدير التعيينات اللي هي تعتبر اهم شيء في الفتره اللي احنا في فتره حاسمه صحيح. فتره الدوري حاسمه لابد ان يكون في مسؤول النهارده لان كابتن عصام مش هينفع ابدا تبقى انت موجود في المغرب وفي بطوله وانت يعني في البطوله بتحضر فيها ومسؤول عن الحكام وايضا هتتابع هنا الدوري صعب جدا لابد ان حتى يبقى في نائب طبعا مش عارفين في نائب مين بيعين الحكام القصه كبيره جدا يعني صحيح. بنقول الفتره اللي جايه فتره حاسمه لابد من الكل يتكاتف في نجاح مسابقه الدوري العام اللي هي كيان المسابقه وهو نجاح المسابقه نجاح لكل عناصر اللعبه كابتن نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن نصر امتعتنا كالعاده اشكرك يا كابتن نايم شكرا وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه نادي الاهلي ونادي فيوتشر في الجوله رقم 24 لمباراه الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم
والتي انتهت باكتساح النادي الاهلي فيوتشر برباعيه نظيفه مع الرقفه. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن امتعتنا. شكرا كابتن ايمن ومبروك وعقبال المرحله الجايه باذن الله بنفس الشكل وبنفس الروح باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن سامي عرابي امتعتنا يا كابتن، شكرا. الله يخليك، كل سنه طيبين ومبروك وان شاء الله عقبال الماتشات الجايه. باذن الله. كابتن علاء مهيوب امتعتنا يا كابتن، شكرا. شكرا يا ايمن، كل سنه طيبين وان شاء الله سلامة. تبقى بدايه ان شاء الله فتره كويسه يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن. سعيد يا كابتن على كل، ومبروك النتيجه الكبيره، وخلاص ننسى واللي جاي باذن الله، اللي جاي احسن ان شاء الله افضل باذن الله رب العالمين. الشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.